يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. من حوالي 10 سنين كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في ملف الطاقة وتحديدا الكهرباء. فاكرين من 10 سنين كده لما كان نور دايما بيقطع باستمرار وكنا نسمع دايما كلمة إيه؟ تخفيف الأحمال. كان ده ليه؟ كان نتيجة إهمال جسيم كان موجود في هذا التوقيت في محطات الكهرباء. بعض المحطات خرجت من الخدمة لأنه ما كانش بيتعمل لها صيانة من الأساس وما كانش بيتعمل لها صيانة دورية وبانتظام، ده غير طبعاً قلة عدد المحطات المولدة للطاقة الكهربائية. خلينا عشان برضو نفتكر الصورة كان شكلها عامل إزاي. السبب في ده بخلاف طبعاً أنه ما كانش فيه صيانة لمحطات الكهرباء، الضغط اللي كان موجود على شبكة الكهرباء في هذا التوقيت. كنا دايماً بنقول أن فيه إهمال لفترة من الفترات، غياب للسيطرة لفترة من الفترات، أدى إلى بناء بشكل عشوائي وغير مخطط وغير مدروس. كانت نتيجته إيه؟ نتيجته أن منطقة مثلاً تمد فيها كابلات كهرباء تغطي عدد سكان هذه المنطقة بحسب طبعاً التراخيص اللي طلعت بتاعة البناء، الناس بنت بشكل عشوائي فبقى فيه ضغط على الكهرباء، فبالتالي الكهرباء ما بقتش تستحمل وبقت تقطع بشكل مستمر في هذه المنطقة. طبعا عارفين ان الفترة من الفترات انتشرت العشوائية بشكل كبير جدا، فكان ده من ضمن الاسباب اللي كانت بتؤدي الى انقطاع الكهرباء. الناس برضو هي بتبني بشكل عشوائي بدون تراخيص بناء او غيره، وهي بتحفر كانت بتقطع كابلات كهرباء، وده كان بيحصل. فنبقى قاعدين في امان الله كده، ممكن الكهرباء تقطع عندك بالساعات وممكن بالايام لحد ما نشوف المشكلة فين ونبدا نعالج هذه المشكلة. من ضمن الحاجات برضو اللي سببت ضغط على شبكة الكهرباء ان الناس برضو، وإحنا بنتكلم في المخالفات، إن الناس كانت ممكن تعمل مصنع أو ورشة في البيت بالعداد بتاع الكهرباء العادي. ما في ضغط، ما في آلات، في معدات تقيلة بتستحمل، محتاجة عداد ثلاثة فاز. في فرق ما بين العداد المنزلي والعداد التجاري. فالكهرباء اللي بتدخل للمصنع اللي بتقوم معدات تقيلة غير اللي داخل للبيت للخلاط بقى والتلفزيون والتلاجة والحاجات البسيطة بتاعتنا. فكان في ضغط أكبر على شبكة الكهرباء. كل الضغط ده كانت نتيجته ان الكهرباء كانت بتقطع باستمرار، وكانت حتى لو ما كانش في عطل كانوا بيفصلوا محطة الكهرباء، وكان السبب ايه؟ تخفيف الاحمال. طبعا دلوقتي الوضع اختلف، يعني احنا عايزين نشوف كنا فين وبقينا فين. ايه اللي حصل في هذا الملف؟ نتيجة العجز اليومي الدولة كان عندها احتياطي زايد عن نص احتياجات المواطنين. كان في مشكله كبيره جدا في ملف الكهرباء، والدوله اشتغلت عليه خلال الفتره اللي فاتت، والحمد لله دلوقتي اعتقد ان احنا بقى عندنا فائض كمان وعندنا خطه كبيره جدا هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقتنا النهارده لتصدير الكهرباء لدول عديده. طيب عملنا ايه؟ مشينا على الخطين زي ما بنقول كده، مشينا انتاج الكهرباء من المصادر التقليديه العاديه بتاعتنا، وعندنا المحطات اللي عملناها الثلاث محطات الكبرى سواء بتاعه العاصمه الاداريه او البرولوس او بني سويف، دي محطات كبيره جدا لتوليد الكهرباء من المصادر التقليديه، وعندنا انشانا محطات اخرى لتوليد الكهرباء من المصادر غير التقليديه او من الطاقه الجديده والمتجدده زي بنبان في اسوان وجبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، ومحطة الطاقة الكهرومائية
في قناطر أسيوط. كل المجهود ده الغرض منه إيه؟ الغرض منه إن أنت يكون عندك كهرباء، تيار كهربي باستمرار في المنازل، وفي نفس الوقت الكهرباء لازمة في كل الصناعات، لأنه مفيش مصنع بدون ما يكون فيه كهرباء. فبالتالي أنت بتأمن وجود كهرباء لهذه المصانع والشركات الكبرى والمستثمرين الكبار سواء المحليين أو غير المحليين، فبالتالي أنت بتساعد أكتر في عملية الاستثمار. كل هذه الخطة اللي الدولة عملتها طبعاً لتطوير المحطات القديمة زي ما قلنا ساهمت في إضافة حوالي 28 ألف ميجا وات من القدرات الكهربائية، ده بيعادل ضعف ما كان موجود في عام 2014. وصل إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء دلوقتي حوالي 59 ألف ميجا وات، بعد ما كانت كام؟ كانت 28 ألف ميجا وات فقط في عام 2014، يعني بنسبة زيادة 11%. ده طبعا بيعتبر إنجاز كبير جدا هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة، وده اللي ساعدنا في أننا نصدر كهرباء ونعمل ربط للشبكات الكهربائية سواء بقى مع السودان، مع ليبيا، مع العراق، مع قبرص، مع اليونان. كل هذه الأمور بنسمع عنها بقالنا فترة، وأعتقد أن ده ما كانش يحصل غير لو كان في فائض في إنتاج الكهرباء. هنجاوب عن كل هذه الأسئلة بالتفصيل النهاردة، إيه اللي حصل بالضبط في هذا القطاع الحيوي المهم، بالإضافة لأنه يكون عندنا فقرات مهمة جدا هنتكلم طبعا فيها عن الحوار الوطني، وتحديدا المحور الخاص بالمحور الاقتصادي الخاص بالصناعة وربط الصناعة بالتعليم الفني. إيه اللي حصل في التعليم الفني خلال الفترة اللي فاتت، وإزاي تم ربطه بالصناعة، إزاي المناهج التعليم الفني تم تطويرها عشان تلائم السوق في هذا التوقيت. كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي المرتقبة مع الوداد، مباراة بكل تأكيد مباراة الذهاب هتكون مباراة قوية للغاية. هنعرف مع حضراتكم النهاردة تفاصيل هذه المباراة، هيكون عندها تفاصيل كتير جدا خلال حلقتنا النهاردة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلونا نروح لزميلتنا هالة ونتعرف منها على أحوال الطقس في القاهرة والمحافظات. يا هالة صباح الخير عليك. صباح الفل يا شادي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا عاجبني تفاعل هيئة الأرصاد الجوية قوي مع الناس على الفيسبوك. شفت إزاي؟ شفت البوست كده واحدة كاتبة بتقول ماما بتسألكوا تنظف شقه دلوقتي، نلم السجاده وننظفه. أيوة، لا استني، في رياح محمله بالاتراب. الجو عامل ايه النهارده؟ والله لا الجو هيتحسن النهارده الحمد لله، عندنا اخبار حلوه. طيب انه الحمد لله. يعني بعد الايام الصعبه من الحر والتراب، لا الجو النهارده يعني هتنزل يمكن درجه الحراره يمكن 7 درجات وهيبدا الجو يبقى لطيف شويه. ربنا يبشرك بالخير دايما. يا رب. ميرسي يا شاذلي. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. هيكون في تحسن كامل في الأحوال الجوية، درجات الحرارة هتنخفض بشكل كبير وملحوظ، الانخفاض هيوصل 7 درجات، وده بعد ما شهدت العديد من المحافظات ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال اليومين اللي فاتوا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. كالعادة نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها إجراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. الرئيس السيسي كمان وسيدة قرينته استقبلوا السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. السيدة انتصار السيسي رحبت بزيارة جيل بايدن وأكدت أنها خطوة جديدة لتعزيز الصداقة المصرية الأمريكية. مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية خصوصاً في السودان. كمان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة اللي بتقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. امبارح أيضاً رحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة على مصر، وكتبت السيدة انتصار السيسي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا.
امبارح أكدت الحكومة أن الأخبار اللي انتشرت بخصوص تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها كلام غير صحيح، وأن المعلومات المتداولة مغلوطة وملهاش أي أساس من الصحة أو بالواقع. وشددت الحكومة على أن كل مساجد آل البيت قائمة زي ما هي بدون المساس أو الإضرار بيها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية بتخليها تحظى بمكانة عظيمة، وإن الدولة مهتمة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع المساجد. امبارح أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار حرصها على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة، تهيب الوزارة بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالالتزام بوجود الكود التعريفي الخاص بالحجاج اللي بتصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج، وبتضع الجهات المنفذة على جواز سفر الحج، وذلك وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022. امبارح صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وما تأثرتش بسوء الأحوال الجوية. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بجاهزية الهيئة للتعامل مع موجة الطقس السيء واتخاذ كل تدابير والإجراءات الاستباقية اللي بتكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان. عندي بس تعليق صغير كده عن الموضوع المتعلق بالإشاعات اللي طلعت خلال الفترة اللي فاتت عن هدم أضرحة آل البيت. أولا دي مش شائعة جديدة، يعني تقريبا كل سنة كل ما يكون في تطوير في هذه المنطقة ونشوف اللوادر تطلع نفس الشائعة، يقول لك بس الدولة بتهدم التاريخ، الدولة مش عايزة تحافظ على تاريخ الناس، اللي الدول نفسها يكون عندها تاريخ ربع التاريخ اللي عند مصر، وفي نفس الوقت تشوف مصر بتعمل إيه في تاريخها. احنا عندنا قانون مبدئيا اسمه قانون 117 لسنة 83 للحفاظ على الآثار، وأضرحة آل البيت من الآثار، مر عليها سنين كتيرة جدا فمسجلة ان هي آثار، فما فيش اي حد يجرؤ ان هو يهد أضرحة آل البيت او اي أثر موجود في مصر ايا كان نوع هذا الأثر، طالما أثر ومسجل. وزارة الأوقاف بالنسبة للأضرحة بتعدي بتمر وتسجل حتى لو أضرحة ما كانتش مسجلة وتسلمها لوزارة الآثار عشان تهتم بيها وتقوم بتطوير هذه الأضرحة. فبنلاقي بقى بعض الناس، أنا يعني ما عنديش مشكلة مع الناس اللي عايزة تفهم، يعني أنا ما عنديش مشكلة الناس اللي خايفة على تاريخها وخايفة على بلدها، ما فيش مشكلة إن هو يسأل ويستفسر ويفهم عشان يعرف الصح من الغلط، لكن عندي مشكلة مع الناس التانية اللي يعني كل غرضها إن هي تبث هذه الحالة في نفوس المصريين بأن الدولة بتهد أضرحة آل البيت. أولاً هذا الكلام عاري تماماً عن الصحة، وكل سنة زي ما قلت لحضراتكم بنشوف مثلاً لما يكون في تطوير في المنطقة، في حفر، في لوادر موجودة بتشيل بعض الأحواش اللي كانت موجودة، احنا عارفين إن كان في ناس ساكنة في أحواش في المقابر اللي هي بتاعة أهالينا اللي هي العادية دي وسط أضرحة آل البيت، فبيتم إزالة هذه المقابر وتسليم الرفات لذويهم، وفي نفس الوقت بيتم تطوير هذه المنطقة وهدم الأحواش اللي الناس كانت ساكنة فيه. هل يعقل أن الناس تفضل في عصر جمهورية جديدة ساكنة في أحواش داخل المقابر؟ بكل تأكيد حاجة ما فيش حد يقبلها. الناس اللي عايشة في القاهرة أكيد شايفين حاجة زي دي كويس، أما بالنسبة لباقي الناس اللي عايشة في محافظات أخرى فممكن يكونوا ما بيشوفوش هذا الكلام بالصورة يعني الأوضح، لكن هو ده اللي حاصل بالفعل. فبيتم نقل الأهالي إلى مساكن تليق بيهم، وفي نفس الوقت تطوير هذه المنطقة لو محتاجين نعمل محور جديد. طبعا احنا عندنا مخطط لتطوير مسار آل البيت في هذه المنطقة طوله حوالي 2 كيلو من السيدة زينب للسيدة عائشة، ففي اهتمام كبير جدا بالتطوير. ولنا يعني مثال مهم جدا حصل من سنتين، وهو المقام اللي موجود في محور الفردوس بتاع قنصوة سلطان قنصوة أبو سعيد. في وقت أول ما شفنا اللودر وشفنا المعدات موجودة حواليه وبتاع، الناس بقت بس هيهدوا هذا المقام. طبعا اللي بيعد دلوقتي شايف شكله عامل إزاي، شايف الاهتمام والتطوير اللي حصل في المنطقة وعملية الترميم اللي تمت في هذا المقام والإضاءة كمان بالليل، يعني اللي بيعدي تحفة، أنت معدي بتستمتع برؤيته بالليل وهو منور كده. فالمنطقة شكلها اتغير واهتموا بيه بعد ما كان حالته صعبة جدا، فياريت هذه الشائعة
تم نفيها من قبل الحكومة. يا ريت الناس ما تنسقش وراء مثل هذه الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي طالما في توضيح من الحكومة. نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها افتتاح سوق السيارات المستعملة في محافظة الأليوبية وتنفيذ 42 مشروع بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه ده ضمن مشروعك في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى تخصيص رابط إلكتروني لسرعة التواصل مع المعلمين وبحث شكواهم في مطروح، وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة الأليوبية أعلنت افتتاح سوق السيارات المستعملة بمنطقة سوق البرنس بمدينة بنها، وهيتم توفير كل الخدمات فيه، وهيشمل السيارات المستعملة والجديدة، وده هيكون تحت شعار بيع واشتري عربية عندنا في أمان. كمان أعلنت محافظة المنوفية أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر مايو اللي فات وصلت ل 84 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وده من خلال تنفيذ 42 مشروع بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه، وده ضمن الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة مشروعك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح أعلنت أنه هيتم العمل على إنشاء رابط إلكتروني عبر تطبيق 365 أوفيس وصفحة باسم وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وده لتلقي أي شكاوى خاصة بيهم والضمان دراسة وبحث الشكاوى بدقة وسرعة علشان تتحل. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من النهاردة والحد آخر الأسبوع 120 رحلة طيران دولية جاية من مطارات أوروبية مختلفة على متنها 61 ألف سائح من جنسيات متعددة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وطقسها المميز، وهتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بإنهاء الإجراءات للسياح بداية من وصولهم المطار والحد دخولهم فنادق الإقامة. مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت الشريف التابعة لمركز بسيون في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة. تضمنت فعاليات القافلة تقديم الخدمات البيطرية اللازمة للي تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج ل 1127 حيوان و 1420 طائر مع صرف التحصينات والأدوية. انطلقت فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية في محافظة شمال سيناء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومنها التعليم الجيد لرفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطالب وولي الأمر. مديرية الصحة في محافظة بني سويف أكدت على تنفيذ قافلة طبية بقرية العجرة مركز بيبا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1223 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. محافظة كفر الشيخ أعلنت أن أعمال التبطين مستمرة، وهيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، وجاري تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي اللي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري العمل في 62 عملية، ووصلت نسبة تبطين الترع 69% وتم الانتهاء من تبطين 395 كيلو متر. من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر حلقت رحلات البالون بصورة طبيعية، وخرجت 21 رحلة بالون كان على متنها 520 سائح من حول العالم وسط أجواء من البهجة والفرحة من الأفواج السياحية بالتحليق في سماء عاصمة الحضارة المصرية القديمة. لسه أخبارنا وفقراتنا مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحاً، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. من
بنسبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا دلوقتي نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن اليومين اللي فاتوا شفنا يعني ارتفاع في درجات الحراره، حاله من عدم الاستقرار، تراب مالي الجو، يعني نشاط للرياح المثيره للاتربه، لكن يمكن النهارده في انخفاض في درجات الحراره، فطمنينا كده الانخفاض ده هيستمر شويه ولا هنرجع تاني لحاله عدم استقرار الطقس؟ بالفعل بعد 48 ساعة الماضية من التقلبات الجوية، أتربة ورمان مصارة موجودة في أغلب مناطق الجمهورية، ارتفاع ملحوظ في الحرارة. يمكن احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار بفعل الكتل الهوائية الجنوبية، لكن مع فترات ليل أمس بدأت درجات الحرارة تتحسن، بدأنا كمان نشعر بتحسن في الأحوال الجوية اعتبارا كمان من اليوم. هنبدأ نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي هيحصل انخفاض في درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح 4 إلى 6 درجات. يعني متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، أو من الممكن نكون أعلى من المعدل بحوالي درجة. الأجواء الحارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط تبقى الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده فترات النهار مع كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل ترجع تاني درجات الحرارة تنخفض، وتنخفض أكثر في فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. لكن احنا فترة الليل الصغرى بدأت تكون ما بين 21-22 درجة مئوية، فبالتالي الأجواء هتكون أجواء معتدلة ولطيفة تماما. الجو بالليل لطيف فعلا. بالفعل أغلب في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب وكمان ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح كده، بيخلينا نحس اكتر بالاجواء اللطيفه. نسمه هواء لطيفه بتبقى فترات الليل في اغلب محافظات الجمهوريه، بتخلينا نحس اكتر الاجواء معتدله واجواء ربيعيه. كمان اليوم متوقع ان شاء الله يكون في فرص ضعيفه الامطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي طبعا ممكن تبقى امطار رعديه او مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لان احنا بنقول هي فرص امطار خفيفه. الحاله الجويه دي ان شاء الله متوقع انها تكمل معانا حتى منتصف هذا الاسبوع، يمكن لحد يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. درجات الحراره اللي هي حول المعدلات 34-33 درجه مئويه عظمى بالنسبه للقاهره الكبرى، هيكون في عوده لتكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن تؤدي لانخفاض طقس الرؤيه الافقيه على الطرق فترة الصباح الباكر. لكن بصفة عامة الأجواء إن شاء الله هتبقى أجواء مستقرة، وإحنا بدأنا نحس بيها من فترة الصباح استقرار في الأحوال الجوية. لكن خلينا نقول إن درجات الحرارة برضو فترة النهار بتخلينا نحس بالأجواء الحارة، فعشان كده هنقول لكل السادة المواطنين مهم جدا إن إحنا بقدر الإمكان فترات الظهيرة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، عشان ما تخليناش نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. معانا غطاء للرأس دايما وإحنا موجودين في الشارع، شمسية أو كاب، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل. ثقافة إن إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم ده شيء مهم جدا خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. طب سؤال تاني بقى يا دكتور، يعني يمكن إحنا شفنا تفاعل من مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا مع هيئة الأرصاد، معرفش حضرتك لاحظتي ولا لأ، وكنت أنا وزميلي شاذلي بنتكلم في الموضوع ده، يعني في ناس بتوجه أسئلة مباشرة لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس، حضرتك تابعتي الموضوع دوت؟ أو طبعا يعني احنا الحمد لله في المركز الاعلامي المسؤولين كمان عن صفحه الهيئه العامه للارصاد الجويه، بنحاول بقدر الامكان نكون يعني نرد على اسئله جميع المواطنين، بنحاول نقدم خدمتنا لجميع المواطنين بقدر الامكان. احنا كمان عندنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه خدمه 24 ساعه بنرد على تليفونات المواطنين، لان ده دورنا، احنا جهه خدميه بنقدم خدمه للمواطن، فبنحاول بقدر الامكان نغطي كافه الاستفسارات، خاصه كمان في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. الناس بتسال كتير جدا عن الحاله
الشتوية، إن كان ناس مسافرة أو ناس وراها أشغال عاوزة تعملها، فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نقدم الخدمة ونكون قريبين من الناس ونقول لهم المعلومة، لأن إحنا دورنا إن إحنا نوضح المعلومة ونقول المعلومة دايما لجميع المواطنين. أكيد حتى لو السؤال عن ننظف النهاردة ولا لسه التراب مكمل، إحنا شفنا السكرين شوت دي وهيئة الأرصاد بترد آه لا لسه الرياح مثيرة للأتربة مكملة. يعني هي كانت بترد بصفة إن هي يعني خلاص لا لسه في تقلبات جوية بكرة إن شاء الله، لسه في حالة من التقلبات وأتربة ورمال مثارة، حتى لو حد كمان عاوز يعمل أي أشغال يومية في البيت أو هيخرج فياخد باله، إحنا بنرد دايما بالرد اللي هو بيبقى دايما علمي إن إحنا عندنا أتربة ورمال مثارة، الحالة الجوية عاملة إزاي، وعلى أساس كده الناس تبدأ طبعا تاخد احتياطاتها ناخد بالنا. بالظبط تمام. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، وفي العاصمة الإدارية 35-22، الإسكندرية 27-20، نفس درجة الحرارة في العلمين الجديدة 27-20، مطروح 26-18، أما في دمياط 33-21، بورسعيد 28-21، الإسماعيلية 35-24. نروح للسويس، هنلاقي درجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 24، في العريش 26-20، كاترين 30-14، طابة 36-24، حلايب 35-28، شلاتين 37-25، في شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، أما في الغردقة 39-27. في الفيوم بقى درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، بني سويف أيضا 37-25، الوادي الجديد درجة الحرارة مرتفعة شوية هناك 43 العظمى والصغرى 28، أسيوط 39-25، سوهاج 41-26، قنا 42-27، الأقصر 42-27 أيضا، ولكن أسوان 43-29. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنرجع تاني لشاذلي لمتابعة أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عودة ليك يا شاذلي. شكرا ليك يا هلا. شكرا. دلوقتي مشاهدينا هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وكمان في مباراة مهمة جدا ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتفتتح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكتبتها الجديدة في مقرها بجاردن سيتي، وبتستهدف التنسيقية من إنشاء المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وده من منطلق حرصها على ارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات. وهتنظم مكتبة التنسيقية عدة صالونات ثقافية لمناقشة أبرز الإصدارات الثقافية من خلال استضافة العديد من الكتاب والمثقفين، وهتساهم المكتبة كمان من خلال فعاليتها في مناقشة قضايا المجتمع وبحث الحلول ليها. النهاردة هتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مواد الفقه والحديث، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات المهمة للطلاب والملاحظين. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية هيكون معادهم مع نهائي كأس الاتحاد اللي هيجمع بين فريقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي الساعة 5 على ملعب ويمبلي. ما في شك طبعا ان مشكله الزياده السكانيه مشكله كبيره جدا ومؤثره علينا بشكل كبير جدا، عشان كده الحوار الوطني مهتم في الشق المجتمعي بهذا الملف الهام. طبعا على هامش جلسات الحوار الوطني دلوقتي هنتابع لقاء مهم جدا مع دكتور هاله يوسف ممثل عن صندوق الامم المتحده للسكان. بالنسبه للزواج المبكر، هو اساسا في القانون الطفل الزواج لا يتم الا بعد بلوغ 18 عام سواء للفتاه او للفتى، فده القانون الطفل اصلا. اللي كان بيناقش في هذه الجلسه كان امكانيه، لانه بالرغم من ذلك القانون لكن ايضا بيتم الزواج المبكر في مصر دون ثمانية، وهناك الممارسات حاجه ثانيه. بالظبط، فحضرتك الممارسات المجتمعيه زي ما بتقول بالظبط مختلفه، فكان في اقتراح لتوثيق الزواج، انه يبقى في زي قانون بيدعو الى عدم توثيق الزواج دون سن الثامنه
وفي اقتراحات أخرى كثيرة خاصة بهذا الموضوع، منها زيادة عمر الزواج أصلا، يعني أنه يبقى فوق 18 سنة كمان. كلها اقتراحات مطروحة تحتاج المناقشة والدليل العلمي يعني ترحاب بطريقة رسمية. دكتورة هلا، يعني الجزء الخاص بالسكان المشكلة فيه أنه لا تقع هذه أو حل المشكلة لا يقع فقط على عاتق الدولة، لا ده كمان في جزء خاص برفع الوعي لدى المواطن يعني عن مغبة الأسر ذات الأعداد الكثيرة والأطفال الكثيرة. يعني حضرتك أصبت جزء مهم جدا، أن المشكلة مشكلة الزيادة السكانية بالأساس هي مشكلة ثقافية. ثقافة المجتمع الناس بتسمح بالإنجاب الأكثر، وفي عندنا دوافع للإنجاب، يعني منها إنجاب الذكور، منها أنه يكون في عزوة، أشياء كثيرة. الثقافات دي بتختلف أو بتتغير بالمستوى التعليمي طبعا، والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي اللي هو مش والجغرافي كمان. مش بنتكلم عليه كتير والجغرافي طبعا، بس الثقافي اللي هو إيه، جزء منها الموروثات. فمش تعليم كل حاجة، تعليم جزء من الموضوع، لكن الثقافة المجتمعية نفسها مهمة جدا. دي من ضمن الحاجات اللي بتأثر في الرغبة في إنجاب عدد أطفال أكبر، وبالتالي التعامل معاها زي ما بتقول برفع الوعي مهم جدا. لكن مهم نرفع الوعي إزاي؟ المهم إن احنا ندي للمجتمع بجميع أفراده المعلومات اللي تؤهله لأخذ القرار. يعني لما يكون شاب في عمر حضرتك ولا يعلم، طبعا أنا مش بتكلم على حضرتك، يعني في المجتمع لا يعلم أشياء كثيرة عن صحته الإنجابية، وبالتالي هو في فكره زي ما تربى عاوز أطفال كتير. لكن لو علم ما هي أضرار مثلا الحمل المتكرر على زوجته، أو أضرار اللي ممكن تقع على الطفل نتيجة أنه يبقى فيه ما فيش مباعدة جيدة ما بين الطفل والطفل الذي يليه، مش هياخد قرار سليم، هيبقى بيتبع موروثاته. لو اديت له المعلومة السليمة هيفكر. اسمحي لي يعني عقب على حد على النقطة دي تحديدا، يعني كما قيل أن هناك مشاكل صحية السبب الرئيسي فيها هي الإنجاب المبكر، زي مثلا مشكلة التقزم ومشكلة مشاكل أخرى صحية يعاني منها الأطفال بسبب الإنجاب المبكر. بالضبط. ليه بقى؟ لأنه بيبقى فيها صعوبات في التغذية، بيبقى فيه كمان نتيجة المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعض التحديات للتغذية السليمة، وبالتالي بيكون في تقزم. التقزم ده زي ما بيقولوا عملية مزمنة لعدم التغذية السليمة، فبتؤدي إلى التقزم. أخيرا دكتورة هالة، يعني صندوق الأمم المتحدة للسكان له مشاركة فاعلة في مصر تحديدا في الجزء التوعوي، كلمينا فندم عن برامج هذا الصندوق ودوره في مصر. برامج الصندوق الأمم المتحدة فيما يخص التوعوي بتبقى دايما بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، يعني في دلائل علمية بيتم مشاركتها مع وزارة الصحة والسكان، مع وزارة التضامن الاجتماعي لأخذ المعلومات فيها للتوعية المجتمعية، كمان من خلال وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والعاملين في المجلس القومي للمرأة بيتم التعامل معاهم من خلالهم، وجمعيات الأهلية في المجتمع المدني لتوعية المجتمع ونشر يعني العادات السليمة. دور الصندوق هنا إيه بالضبط يا فندم؟ هل تمويل مثلا هذه برامج؟ بيبقى جزء منه تمويل، لكن جزء آخر هو التقنية، الجزء الفني. يعني إنه هو النوهاو بالضبط. لأنه بيبقى عندنا كمان تجارب في دول تانية ناجحة، عندنا خبرات
بنقدر ننقلها للعاملين في هذا المجال وهم بالتالي بينقلوها في مجال عملهم. ده بيبقى فقط عن طريق يعني الزيارات الميدانية ولا في وسائل أخرى يعني للتوعية؟ احنا بنشتغل على دايما الـ زي ما بيقولوا الشريك صندوق الأمم المتحدة للسكان هو القطاع الحكومي. وهو اللي بيحدد ايه المجتمعات الطريقه السليمه للتواصل معاهم، الاهليه اللي نقدر نتعامل معاها ونفيدهم وندربهم علشان يبقى في اتجاه سليم جوه المجتمع. جميل ان كل مشكلاتنا اللي تم رصدها خلال الفتره اللي فاتت الحوار الوطني مهتم بيها بشكل كبير جدا، عشان كده جلسات الحوار الوطني ناقشت ملفات مهمه. عشان كده احنا دلوقتي معانا لقاء مع الدكتور باسل عادل البرلماني والسياسي. الحقيقة النهاردة أعلننا فعلا في لجنة التعليم ما قبل الجامعي تدشين كتلة الحوار من مجلس الأمناء، وأنا بشرف برئاسة مجلس أمناء كتلة الحوار، ومعايا 20 شخصية ما بين أكاديميين ونواب وسياسيين. والحقيقة طلبنا من الدكتور ديا رشوان اعتمادنا ككيان سياسي في الحوار كأحد أولى إفرازات الحوار الوطني. عايز أقول لك الفكرة جت إزاي. الفكرة جت إن أنا طبعا حضرت أكتر من لجنة في الحوار وشفت إفرازات في الحوار هايلة، وفي شخوص ظهرت ولمعت وعندها رؤى وأفكار واضحة جدا وجاية بقلبها عشان تقف جنب البلد وتحل، مش جاية تتخانق ولا جاية تعاتب على اللي فات، ده جاية تضع حلول وبدائل. يعني في هذه المرة نستطيع القول أن الحوار مختلف، أن الحوار بناء، أن الحوار مثمر، أن الحوار مفتوح على مصراعيه لكل فئات المجتمع وأطيافه من سياسيين واقتصاديين. يعني الحقيقة دي الممارسة اللي احنا شفناها، ان الحوار مفتوح، ان بيدعى من كل الاطياف سواء احزاب او شخصيات عامة او متخصصين او خبراء، يعني في النهاية او كيانات شبابية وكيانات سياسية، واحنا شايفين تعدد الرؤى. من رحم الحوار وافرازاته انا لقيت فيه مجموعة منطقة اتكلمت معاهم وتحاورت معاهم في الجلسات اللي فاتت، وقررنا ان احنا نكون كتلة ما بيننا، كتلة للحوار، بحيث ندعم بعض بالاراء والافكار، نقدم حلول وبدائل. احنا اعتراضنا ممكن تبقى على القضايا بس مش على الشخوص، نبعد عن منطقة المعارضة وتسجيل النقاط، واحنا مش في المنطقة دي ولا منطقة اخرى ممكن يبقى فيها تهليل. احنا الشغل الكويس متأكدين ان احنا هنقول عنه كويس، ومش بس هنقول، احنا كمان هنقول ليه مش كويس، والحاجات اللي احنا معترضين عليها هننوه عنها ونقدم حلول وبدائل ونقول احنا ليه معترضين عليها. احنا في منطقة دافئة بتدور على مصلحة الوطن، كل القامات اللي معانا متفق على ده، كل قراراتنا بالتصويت، كل قراراتنا جماعية، عندنا إن شاء الله رؤى كتيرة متماسكة في معظم القضايا في الحوار. طيب لو حابب أتكلم معاك النهاردة عن محور، وكنت حضرتك يعني حاضر في هذا المحور وتم الإعلان وتدشين كتلة الحوار عن فكرة التعليم ما قبل الجامعي، بالطبع أكيد لكم رؤية مختلفة طبعا. متنوعة، أتمنى تكون ثاقبة. ما الذي شاهدته اليوم وأنا أرى على وجهك يعني التفاؤل، وأرى أيضا يعني أن هناك يعني تفاعل من كافة المتفاعلين داخل الجلسة، رؤيتكم للتعليم ما قبل الجامعي وأثره على التنمية وأيضا الحوار المجتمعي الحاصل في مصر الآن؟ شوف أنا متفائل جدا من الحوار، يعني على ذكر كلمة التفاؤل، ومتفائل باللي أنا بشوفه وبسمعه. مصر قامتها كبيرة، والحقيقة مصر كبيرة ومصر كفاءاتها عظيمة وبتقدم رؤى، يعني في تغريد بيحصل في الجلسات في رؤى هايلة. احنا قدمنا رؤية متماسكة كبيرة باسم كتلة الحوار، دي أول مرة نقدم الرؤية النهاردة باسم الكتلة بعد الجلسة، لكن عايز أقول لحضرتك بعض النقاط اللي فيها. يعني أزمة التعليم أزمة ليها علاقة بالتمويل بالتأكيد، فإحنا عندنا فكرة كده عن دمج العمل الأهلي المحلي مع المدارس الحكومية، يبقى في جزء من التمويل من خارج الدولة. الدولة دي فيها 1,000,000 طالب أو أكتر في كل مرحلة دراسية في التعليم ما قبل، حمل كبير. في دول حوالينا ما فيهاش 1,000,000 ده، يعني تعداد الشعب أقل من الدول هو الطلبة في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، يعني فحمل كبير جدا على الدولة. احنا بندور ازاي نساعد فيه، بندور على برنامج للتوأمة ما بين المدارس الخاصة والدولية والمدارس الحكومية في كل منطقة محلية، والدمج ده يبقى ليه علاقة بالمناهج وتطوير المناهج والتعليم، والتعاون برضو في الهيئات الدراسية. المدرس لازم أحواله تتحسن، لازم نلاقي طريقة، وده اللي بنتكلم فيه في دمج العمل الأهلي. جزء من رؤانا الحقيقة احنا شايفين ان هيئة الأبنية التعليمية بقت عبء على موازنة التربية والتعليم، وانه آن الأوان بعد إنشاء مدارس كتيرة جدا انه تتحرر الوزارة من تمويل الهيئة دي، ويتم مسألة البناء عن طريق مناقصات. كل دي تفاصيل صغيرة تقدروا تبنوا عليها وتطلع منها مخرجات حوار. انا عايز اتكلم عن الهيدلاين الرئيسي في مخرجات الحوار الوطني حتى هذه اللحظة.
طبعا الحوار الوطني في يعني اكلمك الاول على المحور السياسي. بما انك راجل سياسي فانا طبعاً ده محور طبعاً مهم. طبعا احنا كان لينا مشاركه هامه في محور مباشره الحقوق السياسيه وقانون الانتخابات، وانا بشوف انه مصر في الفتره دي محتاجه قانون للقائمه المطلقه والقائمه النسبيه. تمام. انه الدمج ما بينهم مساله مهمه، والقائمه النسبيه ممكن ان افراد تبقى منقوصه، معلش هكلمك في تفاصيل لا فنيه يعني مشكلة. لا بس ده يعني في المحور السياسي ده يعني هي تفاصيل فنيه بس مهمه، بحيث ان القانون يتيح للاحزاب ان هي تبقى موجوده ممثله. كان لينا رؤيه في قانون الاحزاب برضو عن تمكين الاحزاب، عدم سيطره رجال الاعمال على الاحزاب، انه ما يبقاش في تضييق من الدوله على الاحزاب، انه عايزين نعمل ترقيه للجنه الاحزاب تبقى مفوضيه ليها علاقه بالاحزاب بتقف معاها، بتمنع سيطره المال على السياسه او تزوج المال للسياسه. يعني افكار كتيره ورؤى قدمناها، وقدمنا كمان في المحور الاقتصادي. ده في المحور السياسي. المحور الاقتصادي فيه اهداف كتيره، وده يمكن تابعناه في مبادرات كتيره، يمكن على راسها مبادره ابدا اللي بتحاول تدعم الصناعه بشكل كبير وتحاول مساعده المستثمرين والمصانع المتوقفه وما الى ذلك. تابعت حضرتك المحور ده ازاي؟ طبعا في المجال الصناعه مبادره ابدا دي مبادره هايله، وفي استراتيجيه معموله في الصناعه يعني عاملها وزاره الصناعه، ودي مسائل لازم تفعل. انا الحقيقه اكتر حاجه بتضايقني المصانع المقفوله اللي في كل مكان، او اللي بيفتح مصنع ويواجه بالبيروقراطيه والمشاكل والمعوقات، او انه ما يعرفش يفتح مصنع، وده الرئيس لما اتكلم عن الرخصه في خلال 10 ايام انه 12 يوم ان الرخصه على طول تفعل. كل الحلول دي يعني حلول مهمه. احنا بس كان عندنا طرح عايز اضيفه على مساله المجلس الاقتصادي الاعلى، ده احنا محتاجينه في البلد لتنظيم ويبقى مايسترو للسياسات ويرسم استراتيجيه لمده 5 سنين تبقى فاعله. وكمان اقترحنا بان يبقى في وزير اقتصاد، لانه الاقتصاد ما بيتحلش بالجزئيه، يعني مش بس سياسات مصرفيه، مش فايده تعلى ولا تنزل، هي مجموعه حزم من الاجراءات كلها بتبقى متصله ببعض. طيب في نقاط عاجله وسريعه، لو بنوجه عن فكره التوعيه بمخاطر سواء بقى زياده السكانيه والتعليم ما قبل الجامعي، بنوجه الرسائل دي لمين؟ طبعا بنوجهها للشعب. مساله الزياده السكانيه يعني عبء كبير على الدوله، بس كمان انا بشوف ان احنا محتاجين نحول هذا العبء ده لميزه، انه انا ممكن اعتمد الصناعات كثيفه العماله، يعني يبقى عندي عماله كتير واعتمد صناعات كثيفه العماله وابتدي اتعامل مع الافراد الكتير في المجتمع انهم اداه للانتاج زي الصين وزي بلاد كتيره موجوده. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اتفقت مصر وقطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم. واتفق الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ حمد بن تميم آل ثاني أمير دولة قطر على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أعلن الجيش السوداني إحباط الفرقة 5 مشاة هجوما شنته قوات الدعم السريع في كردفان. ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يظهر تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع، وأشارت إلى أن قواتها دمرت 5 عربات تابعة لقوات الدعم السريع واستولت على 5 عربات بكامل عتادها. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد، ولديها إمدادات كافية من أنظمة الدفاع الجوي والدروع والذخيرة. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين مستعدون خلال الفترة المتبقية من هذا العام لتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية، رافضا في الوقت نفسه التكهن بموعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد. And one of the reasons we want to keep the lines of communication open. In fact, one of the reasons why we want to make sure.
يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أمس لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصبح قانونا. وبعد مفاوضات شاقة أقر مجلس الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 يونيو. قال مسؤولون حكوميون في ولاية أوديشا بشرق الهند إن حصيلة ضحايا تصادم قطارين ارتفعت إلى ما لا يقل عن 288 قتيلا وإصابة 900 آخرون بعد اصطدام قطاري ركاب في الولاية الواقعة بشرق الهند في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا أن العدد آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطيرة. فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة 4 أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة 19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف. وأكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة وفي ضوء جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصة خلال مؤتمر COP27. ورياضيا، توج علي فرج لاعب وادي دجله ببطوله الجونه الدوليه للاسكواش لعام 2023 للمره الثانيه في تاريخه، وذلك عقب فوزه في المباراه النهائيه على لاعب النادي الاهلي مصطفى عسل. كما توجت بطله الاسكواش المصريه نوران جوهر لاعبه فريق وادي دجله بلقب بطوله الجونه الدوليه للاسكواش، وفازت نوران جوهر المصنفه الثانيه على العالم باللقب بعد تغلبها على اللاعبه البلجيكيه نيلي جيلس المصنفه الثامنه عالميا في المباراه النهائيه التي جمعتهما بنتيجه 3-0. انتهى موجز الثامنه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كل هذه المشروعات اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي ما كانتش تحصل بدون وجود مد لشبكات الكهرباء، بما ان حلقات النهارده بنتكلم طبعا عن قطاع الكهرباء اللي حصل فيه تاثير او تاثر بشكل ايجابي بعد 30/6. طبعا كنا بنشوف مشاهد قبل كده، مشاهد من الظلام، تخفيف الاحمال، يقول لك احنا في عز الحر ازاي الكهرباء مش موجوده، كهرباء تيجي، تيار كهرباء يجي عالي فيقوم يحرق اجهزه كهربائيه فتقوم المعاناه تزيد اكتر. طبعا هذا القطاع شهد طفرة خلال الفترة اللي فاتت وكان فيه شغل. اللي حصل في هذا الملف على وجه التحديد ما كانش زرار كده دوسنا عليه فتحلت المشكلة، بالعكس كان فيه تخطيط وكان فيه كمان فلوس اتصرفت في هذا القطاع، استراتيجيات اتحطت عشان مصر تصبح أكبر مصدر للطاقة. قراءة وافية للإجابة عن السؤال الأبرز في هذا الملف، كيف كانت الكهرباء في مصر وكيف أصبحت الآن؟ خلونا نرحب بالمهندس الاستشاري أحمد الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. شكرا يا فندم. باشمهندس، هذا القطاع، قطاع الطاقة بشكل عام وتحديدا بقى قطاع الكهرباء، كان فيه طفرة حصلت خلال السنوات اللي فاتت ما بين انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال أو لانقطاع الكابلات أو للضغط على شبكة الكهرباء، انما دلوقتي احنا بنشوف الحمد لله عندنا الحمد لله فائض كمان في انتاج الكهرباء وبدانا في مد شبكات وتصدير الكهرباء للخارج. ايه اللي حصل في هذا الملف؟ بص يا فندم، واحنا لو رجعنا بالتاريخ كده ل 30/6/2014 كان الطاقة المولدة في مصر 21000 ميجا وات والطاقة المطلوبة 29000 ميجا وات، فكان بيحصل حاجة اسمها تخفيف احمال. تخفيف احمال كان ايه؟ ان هو تقطع الكهرباء عن المشتركين كل يوم، بنختار منطقة معينة كل منطقة 4 ساعات. بعيدا طبعا الاحمال الاستراتيجيه، الاحمال الاستراتيجيه مثلا اللي هي زي المستشفيات، مبنى الاذاعه والتلفزيون، المطارات، فدي ما كانتش بتقطع عنها الكهرباء، لكن بنقطع الكهرباء عن القطاعات الثانيه. ف
فطبعا كان بتحصل حوادث كتيره وحتى شفنا اطفال ماتت في حضانات في المستشفى، وفي ناس في الاسانسير حصل لها حالات اختناق. بس برضه عايز اقول حاجه، ان ما كانش برضه العيب في وزاره الكهرباء 100%، برضه كان في شحنات غاز اللي هي بتشغل محطات الكهرباء، كان في نقص في شحنات الغاز اللي بتشغل محطات الكهرباء. لما جه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الحكم في 2014 30/6/2014 اعتبر الكهرباء امن قومي، وابتدينا نعمل شويه حاجات يعني ايه حلول اوليه، اللي احنا نبتدي نغطي المصالح الحكوميه والمباني بخلايا طاقه شمسيه، فدي برضو حلت جزء من المشكله. ابتدى يتم توفير شحنات غاز طبيعي لمحطات الكهرباء، ابتدى محطات الكهرباء اللي هي خارج الخدمه اللي عايزه قطع غيار، برضو تعرف ان الفتره دي كان في اضطرابات عماليه وكان في قطع للطريق وكانش في استيراد واستيراد للقطع الغيار بتاعت المحطات، فابتدت المحطات تخش الخدمه. في 2015 يعني زادت من 21000 بقى 25000 ميجا وات او 27000 ميجا وات. دي الحاجه اسمها كريتيكال، يا دوبك الاحمال الكهرباء مغطيه الاحمال المطلوبه، يعني الطاقه المنتجه من محطات الكهرباء مغطيه الطاقه المطلوبه. في 2015 كان في مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاقد مع شركه سيمنز ثلاث محطات عملاقه اللي هم في البرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبني سويف. المحطات دي بتعمل تكنولوجيا متقدمه جدا، الدوره المركبه. احنا عندنا محطات الكهرباء في مصر كانت محطات شغاله بالغاز الطبيعي او بيقولوا عليها غاز توربين، او محطات شغاله بالبخار. فالمحطات دي بالدوره المركبه، الدوره المركبه دي عشان افهمها للناس، اللي انت بتستفيد من كل الطاقه، انت بدل البخار اللي بيطلع من الموضوع ده محتاج شرح اكتر عشان نفهمه، لكن دلوقتي خلينا نروح نشوف كده اجمالي للي حصل خلال 10 سنوات وحضرتك تتكلم عنه بالتفصيل. بكل تاكيد هي قفزه كبيره جدا حققتها الدوله في قطاع الكهرباء، قفزة وصلتنا من العجز لتحقيق فائض نتيجة تنفيذ المشروعات العديدة اللي خلت مصر عندها قدرة على إنتاج 59000 ميجا وات. قفزة كبيرة حققتها الدولة في قطاع الكهرباء جعلتها تنجح في التحول من عجز توليد التيار بمتوسط عجز يومي 6000 ميجا وات عام 2014 إلى تحقيق فائض نتيجة تنفيذ المشروعات العديدة التي جعلت مصر لديها قدرة على إنتاج 59000 ميجا وات. وفي الوقت الحالي أصبح استهلاك المصريين من الكهرباء يتجاوز 30000 ميجا وات، ورغم ذلك أصبح هناك احتياطي كبير من الكهرباء يمكن أيضاً تصديره. وفي ذروة الصيف الماضي عام 2022 وصلت مصر في الاستهلاك إلى 34.4 ميجا وات، ومع ذلك كان هناك فائض احتياطي من التيار بلغ 14000 ميجا وات. وفي الصيف الحالي 2023 من المتوقع أن يتجاوز إنتاج التيار 35000 ميجا وات، ونتيجة لذلك لن يحدث أي تخفيف أحمال نتيجة الفائض في الكهرباء. الوصول لذلك الفائض جاء نتاجاً لجهود الدولة في العمل على عدة محاور لتخطي أزمة الانقطاع وعدم تواجد إنتاج كافي للاستهلاك، حيث تم العمل على تطوير الشبكات وإنشاء محطات كبرى وتطوير المحطات القديمة، مما ساهم في إضافة نحو 28000 ميجا وات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً في عام 2014. وبلغ إجمالي القدرات المضافة حوالي 31000 ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، وبذلك انتهت تماماً ظاهرة انقطاع الكهرباء. وفي تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم الكشف عن أن النتائج الاستراتيجية في قطاع الكهرباء تتمثل في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركزاً في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلاً عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة. ونتيجة لتركيز الدولة في رؤيتها على تحسين قطاع الطاقة، تم رفع قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة، الكهرباء والبترول حتى بلغت حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات السابقة منذ عام 2015، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها.
كل اللي حصل واللي حضراتكم شفتوه دلوقتي في التقرير كان مخطط ليه عشان يكون عندنا فائض في انتاج الكهرباء، وبالتالي ما يكونش في انقطاع في التيار الكهربائي نهائي، بل بالعكس احنا كمان بقينا نمد شبكات لتصدير الكهرباء في الخارج. باشمهندس، هل احنا بنتابع استخدامنا بشكل، يعني انا سمعت من خلال التقرير الاستهلاك للمصريين في شهر تقريبا 33000 ميجا وات 34000 ميجا وات، ده بيبقى ثابت بتاعنا؟ لا يا فندم، ده اقصى حمل لينا اللي هو في شهر 7 و8 اللي بيقولوا عليه البيك، اقصى حمل اقصى حمل ده. لكن احنا بعد كده في الشتاء بيقل فبيقل الحمل يعني، لكن شهر 7 و8 ده خلال السنوات اللي فاتت حتى في وصول ذروه فصل الصيف في عز الحر شهر 7 و8 زي ما حضرتك بتقول مفيش تخفيف احمال ولا الحمد حاجه لله. الحمد لله مفيش انقطاعات، لا وزاره الكهرباء قدرت تلبي جميع احتياجات الكهرباء يعني واي مستثمرين. احنا قلنا ان في مؤتمر شرم الشيخ في ثلاث محطات انضافوا اللي هو البرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبني سويف، كل محطه 4800 ميجا وات، اربع وحدات كل وحده. عايزين نتكلم عنهم بقى بالتفصيل، ناخد محطه كده ونشوف بتوصل فين، شبكه التوصيل التوزيع. طب ماشي بص يا فندم، هو انا بس انا هتكلم معاك الشبكه، انا هقول حاجه، الشبكه الكهربائيه فيها انتاج ونقل وتوزيع. حتى هي في مصر متقسمه لشركات انتاج الكهرباء وشركه نقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء. شركات توزيع الكهرباء دي اللي هي اخر حاجه هو المشترك يعرفها، اللي هي بتمد لك الكهرباء، اللي هي بتطلع فاتوره الكهرباء. انتاج الكهرباء اللي هي محطات انتاج الكهرباء اللي احنا زي قلنا البرولوس والعاصمه الاداريه وبني السويف، وفي محطات كهرباء كتيره جدا، وطبعا في الطاقه الشمسيه وفي طاقه الرياح، دي كلها محطات انتاج كهرباء اللي هي بتنتج الكهرباء. بعد كده بتخش على نقل الكهرباء اللي احنا بنشوفها، الابراج اللي هي بتبقى في الطريق الصحراوي والحاجات في الطرق الصحراويه، الابراج دي الضغط العالي، دي الضغط العالي دي بتنقل الكهرباء. بعد كده بتوصل على محطات المحولات، بتنزل الكهرباء ال 11 كيلو فولت، بتخش على اكشاك الكهرباء اللي تلاقيها في الشارع، دي بتبقى في اكشاك كهرباء كده صغيره دي بتنزل بقى الكهرباء ال 380 فولت او 220 فولت اللي هي بتوصل لنا احنا في البيوت. تروح بقى للموزع بقى، تروح لايوه الموزع اللي هو شركه التوزيع اللي هو جاب اسمه موزع ديستريبيوشن ترانسفورمر، محول توزيع اللي هو بيبقى كشك صغير كده، ده بيوزع بينزل من 11 كيلو فولت ل 220 او 380 اللي هي بتروح عندنا البيوت. لازم التطوير كان حصل في الثلاث اتجاهات، ما ينفعش انا يعني مثلا عملت البرولوس والعاصمه الجديده وما نقلش طب انا دلوقتي عملت محطات الكهرباء دي لانتاج الكهرباء دي الباور بلانت دي ومفيش محطات محولات وابراج نقل كهرباء ولا كاني عملت حاجه، فابتدى التطوير برضو في الكابلات الارضيه وابتدى في الخطوط الهوائيه. وبرضو عايز اقول حاجه، في مناطق عشوائيه كان مبنيه تحت ابراج الكهرباء، ودي ما كانتش غلطه وزاره الكهرباء، دي الناس دي بنت المباني بتاعتهم تحت محطات الكهرباء. الرئيس السيسي وجه ان ابراج الكهرباء دي يا تتعمل كابلات ارضيه، يا لو ما قدرناش نعملها يا العمارات دي تتهد، المباني دي تتهد ويتنقلوا لمباني ثانيه. في خطوره على صحه المواطنين. دي بالظبط يا فندم، دي زي اللي بتاثر على يعني امراض يعني خطر جدا ان انت تبني ليها حرم، يعني ليها حرم لما تيجي تبني انت جنب ابراج الكهرباء للضغط العالي، كل مثلا جهد يعني 66 غير 220 كيلو فولت غير 300 كيلو فولت غير 400، تبعد 4 امتار 6 امتار 10 ليها مسافه يعني. لكن دول كان بنين تحت البرج يعني، فده خطر جدا يعني عليهم وعلى الكهرباء نفسها. انا كان ساعات بيحصل الاطفال بتلعب بطيارات ورق وحاجات بيلعبوا كوره، فكانت بتيجي تضرب في البرج فكان بيقطع الكهرباء عن فكان خطر جدا. فزي ما قلنا ايه، يا نحولها لكابلات ارضيه، يعني تتهدم العمارات دي ويتنقلوا لمنطقه سكنيه ثانيه. فبرضو بعد ما عملنا البرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبني سويف، كان اضافت للشبكه الكهربائيه 14800 ميجا وات، عظيم، فده كان كويس جدا يعني. ابتدى بقى نعمل خطوط نقل الكهرباء على 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت، ونغير المحولات القديمه اللي كانت محولات برضو عمرها الافتراضي خلص جدا بمحولات جديده، وبرضو محولات احنا صناعه وطنيه، في شركات هنا في مصر بتعمل صناعه وطنيه. وابتدى نغير المحولات برضو من 25 ميجا ل 40 او من 75 ميجا ل 100، بتزود الساعه كلها. جينا بقى على شركات التوزيع، غيرنا الكابلات الكابلات الارضيه برضو كان حصل برضو تقادم فيها، غيرناها بكابلات حديثه. برضو ابتدى التطوير ان احنا نعمل عدادات مسبوقه الدفع اللي هو بالكارت، دي قصه تانية عايزين نتكلم عنها كده بالتفصيل. لكن خلينا دلوقتي في مساله النقل وتطوير فده كل ده كان تطوير في الشبكه الكهربائيه، بحيث ان ما اقدرش اقول ان عملت بس في المحطات الانتاج الكهرباء انتجت، اقول بس انا انتجت كذا مثلا 30 ميجا وات، طب هوديهم فين؟ لازم يبقى فيه خطوط نقل ومحطه محولات تستقبل للطاقه دي. عظيم. التوزيع الجغرافي للمحطات الثلاثه، هل احنا محتاجين محطات تانية ولا هي المحطات دي بتكون؟ طبعا انت لما تيجي تصمم محطه كهرباء يعني، بس عشان لان زي ما مثلا قلت ايه، مثلا المحمول هنا مثلا الشبكه هنا ضعيفه، فبعايز برج محمول، فانا حسب الاحمال الكهربائيه بختار المحطه.
بختار المحطه دي هعملها هنا في توسع مستقبلي، يعني مثلا مدينه العالمين الجديده مثلا العاصمه الاداريه في توسعات فيها، هعمل عاصمه اداريه جديده. كان زمان مثلا ما تيجي تعمل مشروع يجي المستثمر يقول لك انا عايز كهرباء، تقول له طبعا هعمل محطه. لا دلوقتي احنا بقينا سابقين، بنعمل محطات الكهرباء بتكون جاهزه لاي مشاريع، زي احنا العاصمه الاداريه عملناها، العالمين الجديده في محطات كهرباء ليها، المنصوره الجديده في محطات كهرباء. فاحنا بنعمل بنبقى عارفين الخطه اللي بتاعت الدوله هتعمل مشاريع فين، فبنبتدي نعمل محطه الكهرباء بحيث ان المشروع ما يخلص تبقى الكهرباء على طول، مش المشروع يخلص انا ادور على الكهرباء. بدليل مثلا شوف حضرتك النقل الاخضر اللي هو النقل النظيف، المونوريل، مونوريل العاصمه الاداريه، القطر الخفيف، قطار العالمين زي العين السخنه، شوف كم خط وصل هنا المترو انفاق في القاهره، كل ده جر كهربي بيحتاج محطات كهرباء. مفيش ولا مشروع من دول ما جه يبتدي يقول لك احنا عايزين كهرباء، لا المشاريع المحطات الكهرباء جاهزه. فدي اللي ابتدينا في المحطات الكهرباء، خلاص خلصنا من المحطات التقليديه اللي بتشتغل بالوقود الاحفوري اللي هو الغاز الطبيعي. في توجه الدوله طبعا وده باين في مؤتمر المناخ وهنتكلم عنه كمان شويه، ان احنا نبتدي نخش على طاقه جديده ومتجدده اللي هي الطاقه النظيفه اللي هي طاقه شمسيه وطاقه رياح اللي ما فيش منها اي انبعاثات. فطبعا محطات الطاقه الشمسيه دي بتبقى عايزه في حاجه اسمها الاطلس الشمسي، ان هو كثافه اشعه الشمس على اللوح، يعني احنا اللوح الشمسي ده وتخيلنا ده لوح شمسي حسب كثافه اشعه الشمس، انت لو ركبت اي لوح شمسي في اي حته في مصر هيديك كهرباء، هيطلع منه كهرباء. بس ايه احسن مكان عشان يبقى اقتصادي؟ بنبان، يعني احنا لقينا اسوان هي اكتر منطقه نازل عليها كثافه اشعه شمسيه، فبنينا محطه طاقه شمسيه بنبان طاقه 1582 ميجا وات، دي 90% من طاقه السد العالي، ودي من اكبر محطات كانت اكبر محطه طاقه شمسيه من 3 سنين او 4 سنين، بس برضه هي المحطه الثالثه او الرابعه في العالم. الصين والهند عملوا محطات طاقه شمسيه، لكن محطه بنبان دي اختارتها الامم المتحده انها تبقى عاصمه الشمس، يعني بنبان دي مسمينها عاصمه الشمس الامم المتحده، وخدت جايزه بمحطه طاقه شمسيه بنبان انها من احسن محطات طاقه شمسيه في العالم في الامم المتحده. ده بالنسبه للطاقه الجديده. برضو الساحل البحر الاحمر في بنينا محطات طاقه رياح، دي برضو طاقه جديده ومتجدده، عندنا في الزعفرانه والعين السخنه وجبل الزيت. جبل الزيت دي برضو اكبر محطه انتاج كهرباء من طاقه الرياح بطاقه 582 ميجا وات. وليه ساحل البحر الاحمر؟ لان برضو سرعه الرياح، انت لما تجيب توربينه الرياح أطلس لازم اطلس الرياح اطلس ايوه بالظبط، برافو عليك. في اطلس الرياح، في اطلس الرياح زي اطلس الشمسي، انا برضو لما اجيب توربينه هواء احطها في القاهره هتشتغل هتلف، لكن احطها في ساحل البحر الاحمر هتروح لف سرعه الدوران، زي برضو ما انا فاهم لما تجيب مروحه تعملها على سرعه واحد وسرعه اثنين كل ما تزود. الحاجه الاقتصاديه عشان تاخد كهرباء من التوربينه عملناها على ساحل البحر الاحمر. فعندنا الزعفران والعين السخنه وجبل الزيت، دي الطاقه الجديده المتجدده. خطه وزاره الكهرباء ان 2030 نوصل انتاج الكهرباء، انتاج نسبه انتاج الكهرباء من طاقه جديده ومتجدده توصل 30%، وده بان في مؤتمر المناخ اللي هو كوب 27 اللي اتعمل في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 تحت رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. في توقعت اتفاقيات عديده قوي نعمل محطات طاقه جديده ومتجدده، لان فعلا مصر بتقدم مميزات جديده كبيره جدا للمستثمر. انا لو مستثمر وعايز اعمل محطه طاقه شمسيه ومحطه طاقه رياح بدي لك، مش عايز اقول له الارض ببلاش قوي، لا بتسهيلات جديده كويسه جدا. فغير طبعا الاطلس الشمس واطلس الرياح، الاطلس الرياح مبين ان المنطقه دي كويسه واعده ان انت تعمل محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. غير كده وزاره الكهرباء بتشتري منك انتاج الكهرباء اللي احنا بناخده من الشبكه، فانت كده المستثمر ضامن ان هو بعد زي المصنع بتعمل مصنع انتاجك هتبيعه، فالمستثمر بيعمل محطه طاقه شمسيه ومحطه طاقه رياح هيبيع الانتاج ده ضامن اللي هو يبيع الانتاج ده لوزاره الكهرباء. فاتفاقيات كتيره قوي توقعت ان احنا نعمل مزيد من محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، غير بقى الهيدروجين الاخضر اللي هو جديد اللي هو طيب قبل ما نروح برضو للهيدروجين الاخضر، هل الكهرباء المنتجه يجب نقلها في ممكن نخزنها مثلا سواء من المصادر التقليديه او غير التقليديه؟ لا الكهرباء ما بتتخزنش، يعني ما بتتخزنش. احنا بس حضرتك مثلا اقول لحضرتك حاجه، احنا بنعمل احنا وزاره الكهرباء مثلا في حاجه اسمها التحكم القومي اللي هو بيبقى شايف جميع كل حته في مصر بتسال الكهرباء قد ايه، بتبقى شاشه كبيره جدا بيبقى عارف مثلا القاهره الساعه هنزود انتاج مثلا في منطقه فانت حضرتك في محطه انتاج الكهرباء بيبقى فيه اربع تربينات زي مثلا قلنا زي بيرلس والعاصمه الاداريه كل تربينه 1200 انا دلوقتي الاحمال زادت مثلا الساعه في شهر 7 او 8 على الساعه 7 مثلا بالليل بتزحمل بزيد، لا بخش بتربينه ثالثه، بخش بتربينه رابعه حسب الاحمال، بخش بقول للمحطات الانتاج خش لي بتربينه تانية. فكده انا
الاحمال مش زايده، لا خلاص انا مشغل تربينتين مثلا في محطه العاصمه الاداريه او في البرولوس حسب الاحمال. مهندس التحكم بيدي امر ان المحطه نقلل التشغيل شويه، يعني خلاص تشغل تربينتين او شغلت حسب الاحمال بتاعتك. يعني مثلا لو قلنا مثلا ثلاث تربينات شغاله في الصيف، لا في الشتاء بيشغل تربينتين بس. ده طبعا ايه بيقود ان احنا بنقلل استهلاك برضو الغاز الطبيعي، وده بنصدره. حضرتك الازمه الروسيه الاوكرانيه فكان حصل في اوروبا شورت في الغاز الطبيعي، فكان دي استفادت منها مصر ان احنا صدرنا غاز طبيعي اكتر. يعني طيب ايه تحدياتنا في هذا الملف اللي تخطيناه؟ التحديات دلوقتي اللي احنا مثلا هنبتدي نصدر كهرباء، يعني برضو التحدي الكبير اللي احنا هنبتدي نصدر كهرباء، وتصدير الكهرباء ده بيبقى انت بتاخد بيه عمله صعبه. يعني انت بتصدر كهرباء، احنا الحمد لله رابطين مع ثلاث يعني هنربط مع ثلاث قارات، في رابطين مع ليبيا، هنزود الطاقه ل 240 ميجا، احنا كنا رابطين ب 40 80، لا هنزود الطاقه ب 240 ميجا، رابطين مع السودان، فكده احنا رابطين مع افريقيا، رابطين مع الاردن. المشاريع دي تمت بالفعل؟ لا بص يا حضرتك يا فندم، احنا كهرباء لليبيا والسودان شغاله، خلاص شغاله مصدر الكهرباء شغاله، مع الاردن شغالين وبتصدر للاردن. يعني ليبيا والسودان والاردن بنصدر كهرباء. خلاص ابتدينا ان نربط مع توقعات الاتفاقيه السنه اللي فاتت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان احنا نربط مع السعوديه، ومن السعوديه هنربط مع دول الخليج الامارات وقطر والبحرين والكويت. الربط الكهربي ده مع السعوديه هيبقى حاجه كويسه جدا، لان احنا هنتبادل، هو مش تصدير بقى لان احنا السعوديه وقت الذروه بتاعتها غير وقت الذروه بتاعتنا، فانا الصبح هديهم كهرباء وبالليل هاخد منهم كهرباء، ده تبادل كهرباء، فده حاجه كويسه. وبعدين هتربط مع دول الخليج، فده بيديك قوه اقتصاديه اللي انت بتبقى رابط كهرباء بتاعتك، هتبقى حاجه اقليميه. مشروع الحلم اللي كانش حد بقى يقدر يصدقه، يعني لو قلت لحد يقول عليك انت مجنون، يعني ما اللي احنا نصدر كهرباء لاوروبا. وفعلا ابتدينا توقعات اتفاقيه اللي احنا نصدر كهرباء لاوروبا، اللي احنا هنمد كابل بحري من محطه في دمياط يروح لقبرص، ومن قبرص يروح لليونان، ومنين يكمل اوروبا. وطبعا اوروبا عمرها ما كانت هتستورد منك كهرباء الا في حاجتين متاكدين منهم، ان الشبكه بتاعتك الكهرباء بتاعتك بنون مستقره اللي بيقولوا عليها ستابيليتي متزنه. يعني زي حضرتك ما قلت في اول الموضوع، ما فيش بقى كهرباء بتطلع يعني 220 فولت ينزلوا فبتحرق عندك الاجهزه. لا احنا عندنا الحمد لله الكهرباء بتاعتنا كل الشبكه الكهربائيه المصريه متزنه وخدت اعتماد وتقدمنا مراكز كتيره قوي. وتاني حاجة ان النسبة بتاعتك الكهرباء المنتجة بتاعتك طاقة نظيفة ومتجددة، فعشان كده اوروبا قبلت اللي احنا نستورد كهرباء من مصر. يعني احنا عندنا كمان محطة كهرومائية، ما هو السد العالي فندم، ما هو السد العالي ما هو برضه من طاقة احنا يعني من طاقة نظيفة، يا طاقة شمسية يا طاقة رياح يا الهيدروجين الاخضر يا الطاقة المائية، الطاقة المائية اللي هو السد العالي. وفي برضه قناطر اسنا، كل دي اي محطة ما بيطلعش منها انبعاثات كربونية دي بتبقى طاقة نظيفة. وبرضه في حاجه برضه عشان برضه نعرف الدوله ماشيه في جميع الاتجاهات، وزاره الانتاج الحربي هتعمل مصنع لانتاج الكهرباء من القمامه في ابو رواش. هتعمل مصنع لانتاج الكهرباء من ابو رواش، دي تبقى اول تجربه عندنا، اول مصنع ده لوزاره الانتاج الحربي ابتدت فيه، فده برضه بيشجع ان احنا يعني نضرب عصفورين بحجر واحد، نتخلص من القمامه وننتج منها وننتج كهرباء في نفس الوقت. يعني طيب حضرتك يمكن اشرت من شويه للعدادات الكوديه اهميتها ايه، وبرضه حضرتك عارف اكيد ان في شائعات الناس دايما تتكلم يقولوا العداد الكودي لا هيحاسبك اغلى، لا هتلاقي الكارت تشحنه مش عارف بكام يخلص في 5 ايام. اولا هو حقيقه الكلام ده العداد القرص ده خلاص يعني ما حدش بينتجه تاني، خلاص يعني ده خلاص هو ما فيش، كل دلوقتي بينتج العدادات المسبوقه الدفع، والعداد دي بتقضي على السرقه برضه، وفي سرقه تيار كهربي برضه بنحاول نتغلب عليها من الاسباب. وعايز اقول للناس مثلا يقول لك ده انا بسرق تيار كهربي، دي مش حاجه كويسه، يعني غير انها حرام دينيا، يعني انت ممكن بعد كده لا قدر الله لو انا مش هدفع وده هيسرق كهرباء وهيسرق كهرباء، شبكه الكهربائيه مش هتلاقي فلوس اللي احنا نصرف على محطات الكهرباء، هيرجع تاني هو مش ان شاء الله مش هيرجع يعني، بس ممكن ترجع كده لو انت ما تدفعش فلوس الكهرباء وتقول انا بسرق كهرباء. فبرضه من الحاجات اللي اتخذت انها تركب عدادات مسبوقه الدفع اللي هي بكارت. العدادات دي كويسه جدا بس الناس تعرف يعني ايه، ده انت ممكن تشوف كل يوم استهلكت كام كيلو وات، يعني انت تحط الكارت بتاعك وتشوف كام كيلو وات تستهلكهم وتعرف يعني بنفس السعر، يعني الكيلو وات بنفس السعر سواء العداد او العداد ده. فندم لا بص فندم هو انا كمواطن بحاسب عليه نفس السعر. انا مش هقول لا هو السعر، وانت لو عديت الشريحه دي هو هيخصم اوتوماتيك وده هيدخلك على الشريحه الثانيه، ده ما فيهوش هو هنا بس ده اللي هو المسبوق ده. دلوقتي احنا برضو وزاره الكهرباء ابتدت حاجه اسمها العدادات الذكيه اللي هي سمارت، اللي هي بتبقى فيها شريحه زي الموبايل بالظبط. والعداد اللي هو مسبوق الدفع لازم تاخد الكارت وتروح يا شركه الكهرباء
يا المكاتب اللي هي بره اللي هي تشحن منها دي. لا دلوقتي الاعداد الزاجي ده عن طريق شريحه التليفون، لو انت مثلا في اسوان وانا البيت بتاعي في القاهره، عن طريق بيبقى ليه رقم تشحن منه، لان جت شكاوي ان مثلا ايه الكهرباء قطعت عليا وانا لسه هاخد الكارت انزل اشحنه. اه مثلا، وغير تاني حاجه بس بقول لك ايه، بس انا هقول لك حاجات يعني ممكن ايه تاخدها حاجات طريق، بس حاجات حصلت يعني مثلا واحد سايب اكل في الثلاجه وبتاعه وجرى الاكل بايظ لان الكهرباء اتقطعت مثلا. يعني لو مش اتقطعت الرصيد خلص. مظبوط. واحد مثلا والدته قاعده في مكان بعيد وعايز يشحن لها وبتقطع، فابتدوا يتغلبوا على الحكايه دي انها تحط الاعدادات الذكي اللي هو فيه شريحه اللي تشحن بقى خلاص، ما تاخدش الكارت اللي جواه، لا تقول عند اي رقم الكارت ده تدي له ذكي بتشحن على الهواء اللي بيقولوا عليها الموبايل كده. فده برده من ضمن الحاجات الاستراتيجيه اللي انت تقلل سرقات الكهرباء. تاني حاجه برضه انا بقول للناس اللي بتشتكي من فاتوره الكهرباء، ترشيد الكهرباء يعني في حاجات لازم يعني مثلا احنا دلوقتي داخلين على الصيف او احنا في الصيف، ما تشغل التكييف على درجه حراره 24، الكات اللي هو غلايه الميه عايز تعمل. طب موضوع التكييف ده عشان بس في جدل كبير يعني، ما هو كده كده الكمبريسور شغال، فرقت ايه بقى درجه الحراره؟ لا ده حضرتك ما تشغله على 18 غير 20، هيقعد فتره اكتر، هيقعد عشان تنزل انت بدرجه الحراره توصل لغايه 18 او 20 او 22 هيفضل يشتغل نص ساعه ساعه الا ربع ساعه، لكن 24 يشتغل 10 دقايق ويبقى كده. لكن ولو درجه الحراره بره عاليه اكيد مش هيوصل هو لل 18 مهما حصل. أيوة بالتالي هو شغال، ممكن يفضل بقى 3 4 ساعات شغال وبعدين تيجي الشغل يعني. فده مثلا دي من الحاجات برضه من الحاجات اللي تقلل استهلاك الكهرباء، سخان الكهرباء. في ناس بتفضل شغاله سخان الكهرباء ده طول اليوم. لا ده غلط، انت عايز تشغله قبل ما تشغله كذا ربع ساعه ثلث ساعه ترفع المفتاح بتاعه خلصت تروح قافل تاني. لكن انت يقول لك يعني في ناس تقول لك فاتوره الكهرباء بتيجي عاليه قوي، انا ما عنديش الا سخان بالكهرباء، ما انت سايبه شغال 24 ساعه لان كل ما الميه تبرد يروح شغال تاني، فتخيل طول اليوم 24 ساعه شغال يسخن. ومن الحاجات كثيفه استهلاك الكهرباء للطاقه اللي هي اللي هو السخان بالكهرباء والتكييف والمكوى والغساله الفول اوتوماتيك، يعني مثلا الناس تشغل غساله فول اوتوماتيك على التكفيف، طب ما حط في اشعه الشمس في البيت بره يعني. طيب احنا لسه في تفاصيل تانية كتير هنعرفها مع حضرتك طبعا. عايزين نتكلم طبعا عن مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع المهم، لكن دلوقتي هنروح لفاصل مشاهدينا، فاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقرتنا. لسه فقرتنا مستمرة مع حضراتكم، بنتكلم فيها عما حدث في قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية. بنرحب مرة تانية بالمهندس الاستشاري أحمد الشناوي وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين. يا باشمهندس أهلا بحضرتك مرة تانية. كنا بنتكلم قبل الفاصل فيما حدث في ملف الطاقة بشكل عام وتحديدا الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر وضعت رؤية شاملة لتطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، رؤية اترجمت لخطة هتعتمد على تنفيذ مشروعات لتوليد التيار من الطاقة المتجددة لرفع قدرات توليد الكهرباء إلى 42% في عام 2030. وضعت الدولة المصرية رؤية شاملة لتطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة لتحقيق نتائج ملموسة من معدلاتها، وأظهر تقرير أصدره مجلس الوزراء أن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة الشمس والرياح وصل إلى نحو 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجا وات في الساعة في عام 2021-2022، خاصة أن مصر تتمتع بثراء مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً في مجال الرياح والشمس. خطة الكهرباء النظيفة اعتمدت بشكل أساسي على تنفيذ مشروعات لتوليد التيار من الطاقة المتجددة، وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030. ومن أبرز مشروعات الطاقة النظيفة التي استهدفتها الدولة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، وتبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميجا وات. وحيث يعد المجمع الأكبر لتجميع لوحات الطاقة الشمسية بمكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن مشروعات الطاقة النظيفة المتصدرة المشهد أيضاً مشروع إنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت بقدرات 580 ميجا وات وتكلفة 580 مليون يورو بما يعادل 619.79 مليون دولار. ومن أهم المشروعات للطاقة المتجددة محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، إذ تبلغ قيمة العقد المخصص لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه وبقدرة 250 ميجا وات.
كذلك يتم العمل أيضاً على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار. وفي الوقت الحالي تستهدف الدولة تطبيق مشروعات الهيدروجين الأخضر بشكل مكثف، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية تبلغ 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة. باشمهندس، ايه راي حضرتك في التنوع اللي حاصل في مصادر الكهرباء؟ بص يا فندم، لو احنا بصينا على مصادر انتاج الكهرباء في مصر، يعني الحمد لله مصر بتستغل كل مصادر الطاقه المتاحه على الارض المصريه، فتعتبر مصر من الدول الرائده في كده. يعني احنا لو بصينا ابتدينا من الجنوب، عندك السد العالي لطاقه مائيه، محطه بنبان اللي احنا قلنا عليها طاقه شمسيه، ساحل البحر الاحمر طاقه رياح، المحطات بقى التقليديه اللي بيشغلوا الوقود الاحفوري اللي هي العاصمه الاداريه الجديده والبرولوس وبني سويف. دي المصادر الطاقه المتاحه احنا كلها بنستغلها وبنقول عليها بترمي على الشبكه الكهربائيه. في الحاجه الجديده اللي هي محطه الطاقه النوويه بالضبعه، ولازم بقى نقول مثلا ايه تاريخ الطاقه النوويه في مصر. احنا من 1960 كنا عايزين نبني مفاعل نووي، والزعيم جمال عبد الناصر وفعلا اول من قال احنا عايزين نعمل مفاعل نووي في مصر، لكن جت حرب 67 فالمشروع وقف. جه الرئيس السادات وقال فعلا لازم نعمل مشروع نووي، لكن بعد حرب اكتوبر، لكن في ضغوط تعرضت ليها مصر والمشروع وقف. جه الرئيس مبارك وقال هنعمل مفاعل نووي، برضو في ضغوط، وكان في ضغوط من المستثمرين اللي في الساحل الشمالي كله كان قال لك لا احنا مش عايزين نعمل مفاعل نووي في الساحل الشمالي، نستغله كله في القرى السياحيه وبتاع. انا كمان اللي بقول يعني سيذكر التاريخ ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس اتخذ خطوات فعليه ان احنا نبني مفاعل نووي سلمي في محطه الضبعه. ورغم برضو ان لسه في ضغوط كتيره قوي على مصر، في دول كتيره مش عايزه مصر تخش في تبني مفاعل نووي. احنا هنعمل مفاعل نووي في الضبعه اللي هو على في الساحل الشمالي، اربع مفاعلات نوويه، كل مفاعل نووي طاقه 1200 ميجا وات، هيبقى 4800 ميجا وات، وده مفاعل نووي سلمي يستخدم للاغراض السلميه. يعني في ناس برضو خايفه ان ايه تبقى زي ايران يتوقع علينا عقوبات، لا احنا مفاعل المفاعل في الضبع ده مفاعل نووي سلمي، واخدين كل الموافقات من هيئه الطاقه النوويه، لا ده مفاعل نووي سلمي. المفاعل النووي السلمي ده هيستخدم في حاجتين، يعني عايز اقول بس حاجه زي السد العالي. السد العالي فاكر الناس وظيفته انتاج الكهرباء، لا هو السد العالي وظيفته الاساسيه تنظيم الري وحمايه مصر من الفيضان، الوظيفه الثانيه انتاج الكهرباء. المفاعل النووي في الضبع هيبقى ليه وظيفتين، اللي احنا انتاج الكهرباء وتحليه الميه. فتخيل حضرتك كميه الميه المحلاه الساحل الشمالي ده كله ومطروح هيبقى فيه ميه حلوه. هو دلوقتي طبعا في محطات ميه في مطروح، لكن طبعا دي حاجه كويسه ان انت تبني يبقى مفاعل نووي تستغله في تحليه الميه وانتاج الكهرباء. فانت شوف حضرتك كده كل مصادر الطاقه المتاحه بتنتج منها كهرباء، غير قلنا ان احنا برضه تدوير المخلفات هننتج منها كهرباء. عظيم جدا، ملوش اي تاثير حتى على المنطقه المحيطه عشان لا لا فن بص، هو اولا مؤمن جدا ضد اي هجمات، الناس خايفه من المفاعل النووي. حضرتك لو تشوف المفاعلات النوويه في فرنسا واسبانيا على ساحل البحر المتوسط وجنبهم شط، والناس بتمارس حياتها عاديه خالص. يعني الناس واخده فكره عن المفاعلات النوويه، المفاعلات النوويه امنه، واحنا الحمد لله واخدين المفاعل النووي من روسيا من الجيل الرابع اللي هو يعني احدث معامل الامان فيها وكله كنترول دي. يعني برضو من الحاجات الثانيه اللي هو احنا قلنا عليها الطاقه الهيدروجين الاخضر اللي احنا حضرتك عارف الميه يد 2000 اللي هي H2O، بنعملها تحليل كهربي بناخد الهيدروجين. بس ليه سموه اخضر؟ هو في هيدروجين رصاصي وهيدروجين اسود، لكن هيدروجين اخضر ده التحليل الكهربي باستخدام الطاقه الجديده والمتجدده. يعني لازم يكون محطه طاقه شمسيه بتطلع او محطه طاقه رياح او محطه طاقه كهرومية زي ما حضرتك قلت تطلع الكهرباء تستخدمها بتحليل الميه، فبيطلع هيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر ده بتستخدمه في محطات الغاز محطات الانتاج الكهرباء بدل الغاز الوقود الاحفوري اللي هو غاز الطبيعي، فما يحصلش منه انبعاثات كربونيه، وده التكنولوجيا اللي جايه. واحنا الحمد لله في مؤتمر المناخ اللي هو كوب 27 توقعت مشاريع كتير قوي اللي احنا نعمل مصانع لانتاج الهيدروجين الاخضر، والحمد لله اول مصنع اتعمل في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وصدرنا منه لاوروبا. صدرنا بالفعل الحمد لله صدرنا لاوروبا الهيدروجين الاخضر. انت عارف حضرتك بقى الازمه الروسيه الاوكرانيه وفي امدادات الغاز الطبيعي، ابتدت اوروبا تاخد الغاز ابتدت اوروبا تاخد الهيدروجين الاخضر ده تشغله في محطات الكهرباء. وده برضو زي الغاز المسال، يعني برضو لازم ليه سفن معينه تاخد الهيدروجين الاخضر ده في تنكات معينه وتصدره اوروبا تشغل بيها محطات الكهرباء. فطبعا ده برضو ما ينتجش منه اي انبعاثات كربونيه.
فحاجه كويسه قوي ان احنا في مستثمرين كتير قوي في مصر. يعني هتسمع كل في الفتره القادمه مستثمر فلان عمل مصنع لانتاج الهيدروجين الاخضر، مستثمر فلان لانتاج الهيدروجين الاخضر. دي طبعا حاجات كويسه قوي لان انت بتزود الطاقه الجديده والمتجدده. احنا ما عملنا مؤتمر المناخ اختاروا مصر عشان دوله رائده. احنا يعني في مصر الاولى عربيا وافريقيا في انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده، سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او الطاقه المائيه. احنا في المركز الاول، دي حاجه يخلينا فخر لينا طبعًا. غير ان الشبكه الكهربائيه بتاعتنا دلوقتي احنا بننتج 62000 ميجا وات. الماكسيم بتاعنا اللي هو البيك بتاعنا اللي هو في شهر 8 33000 ميجا وات. ففي الضعف تقريبا. حضرتك بس احنا في بدايه الحديث قلنا في 2014 كان 21000 ميجا وات، احنا دلوقتي بننتج 62، يعني تقريبا ثلاث اضعاف. والله والله العظيم دي تعتبر معجزه اللي انت في من 2014 ل 2021 انك ثلاث اضعاف الشبكه الكهربائيه بتاعتك يعني. فده خلينا بقى ان مفيش اي مستثمر دلوقتي عايز يعمل مصنع، اي حد عايز. دي نقطه بقى مهمه جدا مساله المستثمرين، وعايزين نقسمها لجزئين. وجود القطاع الخاص والاستثمار في هذا القطاع، وامكانيه ان المستثمر يجي نتيجه البنيه التحتيه القويه من مد شبكات كهرباء وخلافه. طبعا دلوقتي احنا محطات الكهرباء يعني بتاخد مليارات، بتتكلف مليارات من الجنيهات. وبعدين كده كده الناس بتسال هي ليه فاتوره الكهرباء غاليه؟ ما انت عشان احنا جددنا محطات الكهرباء. البلد صرفت مليارات مليارات من الجنيهات على محطات الكهرباء. يعني محطه كهرباء مثلا ممكن تتكلف مليار جنيه، ممكن يبقى فيه مكان كمان بيبقى فيه قروض خارجيه. المحطات اللي حتى اللي بتتعامل بمكون محلي بتكلف من 500 مليون ل 700 مليون جنيه. شوف انت عملت كام محطه كهرباء. غير بقى توصلش محطات كهرباء، غير الكابلات اللي بتغيرها، غير الابراج اللي بتبنيها. ولو نذكر في فتره سابقه يعني كان في بتاع عمليات ارهابيه بتتعرض لها ابراج الكهرباء، فكانت برضو بتتكلف على وزاره الكهرباء لت عشان البرج ده يقع تعمل برج تاني، وكانت في مشاكل كتير. فكل دي فلوس اتصرفت الناس يمكن مش واخده بالها منها. عشان كده بيقول لك ليه الفاتوره غاليه. الفاتوره غاليه من الحاجات اللي اتصرفت. احنا عندنا شبكه كهربائيه مميزه في مصر الحمد لله الحمد لله يعني. فدلوقتي المستثمر بيجي، انت الدوله بقى مش عايزه تبقى كاهلها انها تدفع فلوس كتيره في محطات الكهرباء، بتقدم للمستثمر تسهيلات كتيره قوي زي الارض يعني بتسهيلات مميزه. اللي برضو عندك الافراد المدربه سواء مهندسين او فنيين مؤهلين، اللي هو لما يجي يعمل محطه كهرباء هيلاقي عنده ناس مؤهله فعلا انها تشتغل في محطات الكهرباء. تاني حاجه الكهرباء اللي بتنتج دي انا بشتريها منك، انت ما بتقولش انا هوديها فين، فبشتريها منك بسعر اللي انت بتقول عليه وبسعر متغير يعني حسب سعر الدولار او حاجه. فسعر متغير، مش بقول لك بثبت مثلا سعر الكيلو وات كده خلاص لا. فهو دلوقتي مطمن. فاقول لحضرتك في مؤتمر مناخ مستثمرين كتير قوي من السعوديه والامارات جم عشان يعملوا محطات كهرباء طاقه شمس، طاقه شمسيه وطاقه رياح غير طاقه غير الهيدروجين الاكتر. عظيم. اسعار بقى هذه الكهرباء مقارنه بباقي الدول اللي بتنتج كهرباء من لا احنا اسعارنا ارخص طبعا يا فندم. ما هو اسعارنا ارخص يعني انت نحسبها اسعارها ارخص من لان ايه؟ ما هو اصل انت حضرتك الاطلس الشمسي البيئه بتاعتك كويسه. انت مثلا لما تجيب انا اقول لحضرتك لما تجيب لوح شمسي وتحطه هنا في مصر غير ما تحطه في انجلترا ده هيطلع كهرباء، لكن انت الكفاءه بتاعته كام؟ انت هتاخد كهرباء من كام من اللوح الشمسي ده؟ فطبعا هنا مميزات اكتر، فبتبقى سعر الكيلو وات بتاعنا المنتج من اللوح الشمسي ارخص من اي مكان تاني. بقول لحضرتك مصر الاولى عربيا وافريقيا وفي الشرق الاوسط في انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده. ووزاره الكهرباء بتخطط ان شاء الله في 2030 انتاج الكهرباء كمجمل يبقى من الطاقه الجديده والمتجدده يبقى على الاقل 35% من انتاج الكهرباء يبقى من طاقه جديده ومتجدده. طب عظيم. بتنتج الكهرباء سواء من الشمس او الرياح بنظام البي بي او، معلش حاجه فنيه شويه بس محتاجين نبسطها ونفهمها. هو اللي هو اللي هو اللي هو المستثمر هو يقول لك ابني وتملك، يعني هو انا ما مش هصرف على مش هصرف على محطه الكهرباء، لا هو اللي هو البيلد اند اويل اند ترانسفير، يعني هو يعمل محطه الكهرباء وبعد 30 سنه ترجعها تاني للوزاره الكهرباء او الدوله المصريه بنفس المميزات. فانت ما بتخسرش حاجه، انت مش مكلف حاجه. والمستثمر عمره ما كان هيجي الا لكل الامكانيات المتاحه ان انت تبني محطات الكهرباء دي. او ما فيش مستثمر هيجي عشان خاطر عشان خاطر عيونك زي ما بيقول، لا في حاجات امكانيات متاحه جدا جدا جدا. الدوله بتقدم والله تسهيلات كتيره جدا جدا. شوف حضرتك امشي على ساحل البحر الاحمر كده من اول خليج السويس، شوف محطات الكهرباء قد ايه اللي هي التوربينات انت هتشوفها بعينيك. هو عمره ما هيجي يعمل كلها دي محطات كهرباء ومستثمرين تحت اشراف وزاره الكهرباء، وزاره الكهرباء اللي بس كلها مستثمرين ودول الدنمارك اليابان كل دي هي محطات الكهرباء الدول الاجنبيه هي عاملاها يعني. السعوديه والامارات برضو جايين يعملوا محطات كهرباء برضو من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والهيدروجين الاخضر. فمصر منفتحه على جميع المستثمرين يعني الحمد لله.
احنا طبعا في نهايه هذه الفقره بنشكر حضرتك على كل هذه الايضاحات وكل هذه التفاصيل اللي بتؤكد ان في بالفعل شغل كبير جدا حصل في قطاع الكهرباء، والنتيجه ان احنا بقى عندنا فائض في انتاج الكهرباء، وبدانا كمان بالفعل بدانا في عمليه التصدير. شكرا جزيلا لك مهندس استشاري احمد الشناوي وكيل شعبه الكهرباء بالنقابه العامه للمهندسين، شكرا جزيلا يا فندم. العفو فندم. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اتفقت مصر وقطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خاصة اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم. واتفق الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ حمد بن تميم آل ثاني أمير دولة قطر على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أعلن الجيش السوداني إحباط الفرقة الخامسة مشاة هجوما شنته قوات الدعم السريع في كردفان. ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يظهر تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع، وأشارت إلى أن قواتها دمرت 5 عربات تابعة لقوات الدعم السريع واستولت على 5 عربات بكامل عتادها. يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أمس لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصبح قانونا. وقال بايدن إن الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحمي قوانين تطوير البنية التحتية، مؤكدا أنه لم يوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية. وبعد مفاوضات شاقة أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 يونيو. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد ولديها إمدادات كافية من أنظمة الدفاع الجوي والدروع والذخيرة. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين مستعدون خلال الفترة المتبقية من هذا العام لتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية، رافضا في الوقت نفسه التكهن بموعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد. يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اليمين الدستورية لفترة ثالثة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. هذا وسيعلن أردوغان تشكيل حكومته الجديدة عقب تأدية اليمين. وفاز أردوغان بنسبة 52.14% في مقابل منافسه كليتشدار أوغلو بنسبة 47.86%. وكان أعضاء مجلس النواب التركي الجديد أدوا اليمين الدستورية أمس. قال مسؤولون حكوميون في ولاية أوديشا بشرق الهند إن حصيلة ضحايا تصادم قطارين ارتفعت إلى ما لا يقل عن 288 قتيلا وإصابة 900 آخرون بعد اصطدام قطاري ركاب في الولاية الواقعة بشرق الهند في أكثر حوادث السكك الحديدية الدموية بالهند منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا أن العدد آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطيرة. فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة 4 أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة 19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية
في جنيف. وأكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة في ضوء جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، خاصة خلال مؤتمر COP27. ورياضيا، توج علي فرج لاعب وادي دجلة ببطولة الجونة الدولية للإسكواش لعام 2023 للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل. كما توجت بطلة الإسكواش المصرية نوران جوهر لاعبة فريق وادي دجلة بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش، وفازت نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم باللقب بعد تغلبها على اللاعبة البلجيكية نالي جاليس المصنفة الثامنة عالميا في المباراة النهائية التي جمعتهما بنتيجة 3-0. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة سيراميكا وفاركو في اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. فريق بيراميدز فاز على فيوتشر بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف الفوز مصطفى فتحي في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وبالنتيجة دي انفرد بيراميدز بوصافة الدوري ب 61 نقطة وفيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة. منتخب مصر حدد يوم 12 يونيو الجاري موعداً للسفر للمغرب لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. الاتحاد المصري لكرة القدم بيجري محاولات مكثفة لتنظيم مباراة ودية تانية للمنتخب الأولمبي، وخاطب اتحاد الكرة الاتحاد البنيني والإيفواري لإقامة مباراة ودية تانية لتجهيز الفراعنة لمناقشة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري. المسؤولين في نادي الزمالك استقروا على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، ورحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة، وأبدأ إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة اللي فاتت. فريق الزمالك اتعادل مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية اللي اتلعبت بينهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعدادات النادي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري. والبطلة المصرية نوران جوهر تم تتويجها ببطولة الجونة الدولية للسكواش اللي استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 من يونيو. فازت نوران في المباراة النهائية على البلجيكية نيالي جاليس بنتيجة 3-0. أعلن أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة اللاعبين المستدعى لخوض مواجهتي أسود ثيرانجا خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري، وضمت قائمة منتخب السنغال اللي أعلنها أليو سيسي 26 لاعب على رأسهم ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ. أعلن نادي ميلان الإيطالي امبارح تجديد عقد لاعبه البرتغالي رافائيل لياو ليصبح لاعباً للفريق حتى يونيو من عام 2028. ذكر نادي ميلان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يصور نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد رافائيل لياو حتى 30 يونيو 2028.
خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي. عودة ليك مرة تانية يا شاذلي. شكرا لك يا هلا. وطبعا بكل تأكيد جماهير الكرة القدم في مصر وفي القارة الأفريقية كلها مرتقبة وفي انتظار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هيجمع بين الأهلي والوداد المغربي بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة في هذه البطولة. إزاي هيتعامل كولر مع هذه المباراة؟ إيه التكتيك اللي ممكن يعتمد عليه؟ مين الأقرب لحسم المباراة الأولى في المنافسة على اللقب؟ كل ده هنعرفه دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا إبراهيم علي الناقد الرياضي. إبراهيم صباح الخير عليك. صباح الفل. يا أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي الأهلي استعد لهذه المباراة فنية؟ الأهلي استعد طبعا. مباراة هتكون صعبة جدا على يعني قدام فريق زي الوداد. طبعا دي المرة الثالثة اللي الأهلي بيلعب فيها الوداد في المباراة النهائية. للأسف الأهلي في المرتين اللي قبل كده ما عرفش الفوز على الوداد في المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بالذات. ولكن المرة دي في استقرار فني في صفوف النادي الأهلي. مارسيل كولر عارف قد ايه المباراة دي مهمة جدا بالنسبة للجماهير بالنسبة للفريق في حالة استعداد وتركيز شديد جدا طبعا للمباراة دي. لان يعني المباراة دي فيها اكتر من عامل. طبعا الاهلي عايز يعوض خسارته طبعا المرة اللي فاتت في المباراة النهائية السنة اللي فاتت. طبعا عايز يأكد ان هو قوته في البطولة الافريقية حصد اللقب رقم 11. تأكيد طبعا ان هو يشارك كمان من فوائد الفوز البطولة دي مش بس الحصول على اللقب ال11 لا هو كمان عشان يشارك في بطولة كاس العالم للأندية اللي هتقام طبعا في السعودية اخر السنة دي. فكل دي عوامل طبعا بيفكر فيها النادي الأهلي. كل دي بيجي من وراها غير ان هو بيشارك في البطولات او ان هو يشارك في بطولات قارية زي كاس العالم للأندية. لا هو كمان عايز يربح من وراها مستويات فنية وكمان أرباح اقتصادية ومادية طبعا هتبقى ناتجة عن ان هو يفوز باللقب ويحصد الجائزة بتاعت اللقب وكمان الجوائز المالية اللي هيحصدها من مشاركته في كاس العالم للأندية في السعودية. طيب انت بتقول ان الأهلي مستقر إداريا هذه الفترة او في هذه البطولة وفنيا، لكن عندنا غيابات مؤثرة طبعا وأبرزها طبعا الشناوي. طبعا يعني خبر صادم طبعا. كل جماهير الاهلي اتصدمت امبارح لما تم اعلان القائمه او ان هي القائمه تم تسريبها يعني عن طريق النادي الاهلي ان خلاص محمد الشناوي غايب عن مباراه الذهاب. وده مش بسبب ان هو لسه ما تعافاش من الاصابه، لا محمد الشناوي تعافى من الاصابه وجاهز طبيا من الناحيه الطبيه طبعا جاهز للمباراه. ولكن طبعا بحديث الطبيب الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي ومع مارسيل كولر وبحضور محمد الشناوي دي كانت كواليس ان هو جاهز طبيا للمباراه. ولكن مارسيل كولر مش عايز يجازف بيه لان اصابه محمد الشناوي من مباراه الترجي في نص النهائي فطبعا كل كانت في عضله السمانه فهو خايف ان هي تتفاقم وده ممكن ياثر على حظوظه كمان ان هو يغيب لفتره طويله لو تفاقمت الاصابه. فكل دي هل يعني نقدر نقول مثلا في النقطه دي تحديدا ان كولر مطمئن بعض الشيء لمباراه الذهاب فمأجل شويه محمد الشناوي عشان لو احتاجناه في مباراه العوده؟ ما اظنش. يعني هو مش عايز يخاطر، هو بيبص لمصلحه اللاعب، هو بيبص طبعا لمصلحه اللاعب ان هو مش عايز يسبب له اصابه ممكن تمتد لفتره طويله وده هياثر على النادي الاهلي اللي عنده. يعني احنا عارفين طبعا ان جدول المباريات مزدحم، بنخلص الموسم بنخش في الموسم اللي بعديه على طول، لسه في مباريات حاسمه للاهلي بعد بطوله افريقيا طبعا كل التركيز عليها دلوقتي، ولكن في مباريات لسه في الدوري عايز النادي الاهلي يحسمها. بعد كده مشاركه اكيد الموسم الجديد في دوري السوبر الافريقي اللي هيقام لاول مره، وبعد كده بطوله افريقيا برده هتبتدي على طول في كاس العالم للانديه. فكل دي ضغط مباريات، فهو مش عايز يخسر لاعب مهم زي محمد الشناوي. فان هو يفكر او يشوف ان هي مباراه نسبيا سهله مباراه الذهاب وان هو يحافظ عليها عشان مباراه العوده، لا ما اعتقدش. هو بيحاول ان هو يوفر جهود اللاعب ويضمن مشاركته او ان هو يبقى سليم 100% عشان ما يخسرهوش لمباريات هتبقى كمان صعبه زي ماتش الوداد. طيب علي لطفي هل تاكد ان هو هيشارك في هذه المباراه ولا لا؟
وفي حال غياب علي لطفي فالمسؤوليه ملقاه على شوبير. طبعا كل المعلومات دلوقتي ان طبعا علي لطفي دخل قائمه المباراه جاهز طبيا جاهز فنيا للمباراه، ولكن طبعا اللي جاي دلوقتي لم يستقر كولر على مين هيحرز او مين هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي قدام الوداد، اما علي لطفي او مصطفى شوبير. ممكن طبعا الكفه هتميل لعلي لطفي لان هو الحارس بالظبط ان هو الحارس الثاني في النادي الاهلي، عنده خبره اكتر، شارك في البطوله الافريقيه الموسم ده، شارك في مباراتين، حافظ على نظافه شباكه، شارك بشكل عام في 5 مباريات مع الاهلي الموسم ده في البطولات المختلفه، حافظ على نظافه شباكه، عنده خبره افريقيه، شارك في المباريات الافريقيه، عكس مصطفى شوبير اللي تم يعني ان هو في الفتره اللي شارك فيها مع النادي الاهلي شارك في بطولات زي كاس الرابطه، ماتشات الاخيره او اخر ماتشين في الدوري شارك فيهم، ادى اداء كويس جدا، وده اللي هيبقى يدي حيره شويه لكولر، هل يعتمد على المستويات اللي قدمها شوبير في الفتره الاخيره ان هو قدر ان هو يثبت نفسه ان هو مش مجرد حارس ثالث، لا هو ممكن يعوض غياب الشناوي، يعوض غياب علي لطفي، ولكن ولا الكفه هتميل لعلي لطفي لان هو عنده خبره شويه وعلى طول في التحام في المباريات وعلى طول في التحام مع محمد الشناوي في يعني خبرات متبادله ما بينهم في البطولات الافريقيه، فهنا الكفه يعني ممكن يعني على حسب كولر طبعا هيشوف ايه الاصح، ولكن اعتقد ان علي لطفي هيكون هو الحارس الاساسي. طيب ايهما دوافعه اكبر سواء الوداد او النادي الاهلي؟ النادي الاهلي طبعا يسعى للقب ال11 في تاريخه ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في هذا التوقيت، وفي ثأر كروي ما بين الاهلي والوداد على الاقل في النسخه الماضيه، في نفس التوقيت الوداد خد بطولتين على حساب النادي الاهلي، وطبعا زعيم القاره الافريقيه يعني هو بيسعى للحصول على بطوله على حساب زعيم القاره الافريقيه. بالظبط الدوافع يعني بنسبه كبيره هي متكافئه لان الفريقين فريقين كبار جدا، ولكن طبعا النادي الاهلي عنده الدوافع الاكبر لان اللي حصل الموسم اللي فات طبعا كل الجماهير مش هتنساه، لان اللي حصل ان المباراه تقام من مباراه واحده، والازمه طبعا الشهيره اللي حصلت الموسم اللي فات، والضغط اللي حصل على النادي الاهلي من اسناد المباراه طبعا او اقامه المباراه النهائيه في المغرب على ارض الوداد طبعا قدام الجماهير، وغياب طبعا جماهير النادي الاهلي في الموسم اللي فات ده يعني، وكمان خساره في المباراه النهائيه، كل دي دوافع للنادي الاهلي ان هو عايز يعوضها، يعوض ان هو اللقب اللي اتسحب منه او ان هو خسره في المباراه النهائيه. وبعض الجماهير هتشوف ان هي النادي الاهلي خسر الموسم اللي فات النهائي بسبب يعني في اكيد طبعا كان في اخطاء فنيه بقياده بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ولكن برضو كان في منها بعض الجوانب الاداريه والتعنت شويه اللي كان موجود من الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي بعدم يعني او اقامه المباراه في ارض غير محايده، لان طبعا كان الوداد طرف في المباراه. وعلى الناحيه طبعا الثانيه طبعا الوداد برضو عايز ياكد تفوقه، الوداد من يعني من اقوى الفرق اللي بتحافظ على نظافه شباكها، عندها خط دفاع قوي جدا، قدرت ان هي تخسر او تخرج وتكسي فريق زي سان داونز من دور نصف النهائي مع انه كان المرشح الاول للبطوله، فدي حاجه تبين قد ايه قوه النادي الوداد، قوه ان هو يخرج من مباراه الذهاب على ارضه بنتيجه 0-0، بعد كده يروح هناك في جنوب افريقيا يتعادل 2-2 بالمباراه، او الشكل اللي شفناه ان سان داونز كان ليه الافضليه في اكتر من مره وهو اللي تقدم في النتيجه مرتين متتاليتين، ولكن قدر النادي الوداد ان هو يرجع عن طريق خبرات لاعبيه، وطبعا عن طريق خبره او ان هو ما بيهموش حتى ان هو يلعب خارج ارضه ولا لا، هو في اي مباراه في اي ملعب بيقدم الاداء المعهود بتاعه
فعشان كده المباراة هتبقى صعبة، ولازم لازم لازم النادي الأهلي طبعا عنده فرصة مهمة جدا بكرة ان هو لازم يحسم المباراة بأكبر عدد من الأهداف ويحافظ على نظافة شباكه، لأن مباراة العودة هتكون صعبة صح وطبعا صح هتبقى قدام الجماهير المغربية، فالأمور هتبقى صعبة، فلازم عندك الفرصة دلوقتي قدام جماهيرك بعد الحصول على الساعة الكاملة طبعا لاستاد القاهرة ان انت تحقق فوز كبير هنا وتطمئن قبل الذهاب طبعا للمغرب. طبعا مهم جدا، والاهم كمان ان كولر اتفرج على المباراة الاخيرة الوداد قدام سان داونز اللي كانت في بريتوريا وشاف طريقة لعب الوداد، ده يخلي كولر يلعب ازاي في هذه المباراة؟ كولر لازم يلعب ان هو يتوخى الحذر طبعا من الهجمات المرتدة لفريق الوداد، الكرات العرضية طبعا ممتاز بيها نادي الوداد عن طريق محمد ونجم، طبعا محمد ونجم يعني من اللعيبه اللي اسمها معروف هنا في مصر لان هو كان بيلعب في نادي الزمالك من 2019 ل 2022 قبل ما يرجع لنادي الوداد. عندهم اكتر من سلاح مهم جدا، من اهمهم زي ما احنا قلنا الكرات العرضيه الهجمات المرتده، لازم طبعا هيبقى فيه تعليمات خاصة للظاهرين محمد هاني وعلي معلول لأن هم دول الأقرب أن هم يشاركوا في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، لأن هم اللي هيبقى عليهم المسؤولية لمراقبة محمد ونجم ومراقبة المهاجم، برضو عندهم مهاجم مميز جدا السنغالي سامبو، ده برضو من عناصر القوة والأسلحة القوية جدا اللي بيمتاز بيها نادي الوداد عشان يقدر يقلل من الخطوره بتاعه الكور العرضيه، وشفنا ده في مثال في مباراه سان داونز ان الاهداف اللي جت عن طريق كور عرضيه بتتحول براسيات، فده طريقه لعب الوداد، لازم الاهلي يوقف الخطوره دي ويلعب بلعبه المعهود، لازم طبعا هيبقى في ثلاثي خط الوسط يعني طبعا بعد عوده كمان حمدي فتحي مش بس علي لطفي، لا حمدي فتحي كمان رجع لقائمه النادي الاهلي طبعا وجوده مع وجود اليو ديانج وكمان مروان عطيه، الثلاثه دول بيدوا امان وثقه لقلبين خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم او محمود متولي على حسب مين اللي هيلعب او مين هيفضل كولر في المباراه دي، فده يعني خط الوسط طبعا هيبقى ليه الكلمه لان هم برضو نادي الوداد بيمتاز بخط وسط مميز جدا وعندهم اكتر من لعيب، لكن عندهم غيابات استبعادات فنيه واصابات بالظبط، فلازم الاهلي يعتمد على ان هو يوقف الخطوره دي ويلعب لعبه المعهود عن طريق الثلاثي طبعا المهم، ان هو اكتر ثلاثي بيهدد المرمى بيرستاو ومحمود كهربا وحسين الشحات، دول لازم يبداوا المباراه بشكل اساسي عشان هم دول يعني اخطر لعيبه عند النادي الاهلي، على عكس لعيبه تانية زي احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر، دول ممكن يعتمد عليهم طبعا مارسيل كولر ولكن كاوراق بديله لان هم يعني ما بيقدموش المستوى المطلوب لو بداوا بشكل اساسي. طيب بس احنا عندنا مشكله في كمان في اللي بيقدموا المستوى المطلوب زي ما قلت كده كهربا وبيرستاو في استغلال المرتدات، الاهلي عنده مشكله خلال الفتره الاخيره في استغلال الهجمات المرتده، لا يحسن التصرف في النهايه، ازاي كولر ممكن يتعامل مع حاجه زي دي؟ ده كان واضح جدا في المباراه الاخيره بالذات قدام سيراميكا كليوباترا في الدوري، اكتر من كوره جت لكهربا جت لبيرستاو بيتم اهدارهم بشكل غريب جدا يعني، فتخيل دي مباراه عاديه وفي الدوري انما ده نهائي والفرص دي لا تتكرر بالظبط، لان اي فرصه هتتاح ليك في المباراه دي وهتضيعها هتندم عليها، لان انت كل فرصه هتجي لك قدام المرمى لازم تنهيها لازم تفنشها لازم تسجل منها اهداف، ده اللي كان لازم يشتغل عليه كولر في مده المباراه، من اخر مباراه لعبها للنادي الاهلي كانت يوم الاثنين تقريبا، كان عنده اهو تقريبا 5 أو 6 أيام يحضر فيهم اللعيبه، لازم كان اكيد يشتغل مع خط الهجوم بتاع النادي الاهلي ان هو يقدر يحاول ان هو يسجل الاهداف او ان هو يبقى عندهم طريقه احسن لانهاء الهجمات او انهاء الفرص اللي بتجيلهم قدام المرمى. طيب جماهير النادي الاهلي تابعت المباراه الاخيره تحديدا بتاعت سيراميكا كليوباترا وكان عندهم تعليق ان المستوى مش مطمئن،
هل ده مقصود؟ هل اللعيبه كانت بتفكر في مباراه الوداد فعشان كده الاداء يدوب خلاص حققوا الفوز بهدف واحد؟ وهل كان الصح اصلا ان الاهلي يلعب مباراه الدوري خصوصا ان هو مقبل على نهائي؟ طبعا، لان يعني كل المباريات او ان انت تلعب ثلاث مباريات في الدوري قبل نهائي افريقيا ده مهم، وكمان مهم جدا اللي عمله كولر ان هو عمل سياسه تدوير في اكتر مباراه من بدايه مباراه امبي ثم طلع الجيش بعد كده سيراميكا، بدل اكتر من لاعب، استخدم اكتر من طريقه، شارك اكتر من لاعب في المباريات الثلاثه دي، وكان عنده تحت فرصه ان هو يريح بعض اللعيبه الاساسيه، ولكن كان مهم جدا ان هو يبدا بالتشكيل تقريبا الاساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا، لأن اللعيبة لازم تبقى عندهم احتكاك بالمباراة، ما يبقوش مريحين، لأن شفنا طبعا مباراة طلع الجيش تقريبا كل الأساسيين كانوا مرتاحين، فما ينفعش أن هم يقعدوا ماتشين ورا بعض مرتاحين، لا كان لازم يشاركوا. ويعني لسوء الحظ النادي الأهلي أن هو ما قدرش يحسم مباراة في وقت مبكر، لأن طبعا لو كان حسم مباراة في وقت مبكر كان هيديله الفرصة أن هو يريحهم في وقت طبعا ابكر من اللي خرجوا فيه، او اللعيبه الاساسيه شفناهم ان في بعض اللعيبه غدرت في وقت متاخر من المباراه، ولكن في بعض اللعيبه كمان اللي كملت المباراه لمده 90 دقيقه، وكان من ابرزهم طبعا علي معلول. وعلي معلول من اللعيبه اللي انا كنت شايف ان كولر غلط لما خليه يكمل 90 دقيقه قدام سيراميكا كليوباترا طبعا، لان هو من اكتر اللعيبه اللي انت بتبني عليه، يعني مفتاح لعب مهم بالنسبه لك في بيمتاز بالنزعه الهجوميه طبعا والدفاعيه، فانت على طول بتستخدمه في ان هو يشارك بالصوره المستمره دي والاجهاد اللي بيحصل له طبعا، فكان ممكن ان انت تخسره، ولكن الحمد لله خرجت المباراه والنادي الاهلي احتفظ بكل لعيبه لاعبيه من اي اصابات، ما تعرضوش لاي اصابات الحمد لله، فده كان حافز للنادي الاهلي ان هو يخرج من المباراه قدر ان يحقق الفوز، كان يعني حتى لو الاداء ما عجبش الجماهير، فطبعا في بطوله الدوري في وقت صعب زي ده وقبل طبعا مباراه الوداد اكيد اكيد هيبقى اي حد كذاب لو قال ان النادي الاهلي ما بيفكرش في المباراه، حتى لو ده اللي بيطلع بيقوله المسؤولين او المدرب او مدير الكوره، لا اكيد في تفكير في المباراه، ولكن انت مش هتقدر تقدم المستوى بتاعك 100% في مباراه زي دي، لان انت طبعا بتفكر وبتجهز بالك مشغول بالمباراه طبعا أكيد. بكل تاكيد طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله يحسم البطوله من لقاء أكيد الذهاب طبعاً. ان شاء الله. شكرا جزيلا ابراهيم علي الناقد الرياضي. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. في دستور 2014 في مادة مهمة جدا، مادة رقم 20 في هذا الدستور، الاهتمام بالتعليم الفني وتطوير مناهج التعليم الفني. ليه؟ لأن التعليم الفني مهم للغاية في إحداث نهضة صناعية في كتير من الدول، وعندنا تجارب كتيرة نتيجة تطوير التعليم الفني حصل فيها نهضة وتقدم زي ألمانيا واليابان وكوريا وفرنسا وغيرها من الدول. جلسات الحوار الوطني ناقشت التحديات اللي بتواجه قطاع القوى العاملة المصرية في مجال الصناعة وكيفية الاستفادة من التعليم الفني في مواجهة هذه التحديات، زي مثلا يكون عندنا خريجين من التعليم الفني يقدروا يواجهوا التحديات اللي بتواجه القوى العاملة بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا طبعا في هذه الفقرة الأستاذ مازن شقوير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللي منورنا. صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم. أهلا بك. أهلا بيك. أهلا بيك. الجميل في الموضوع إن احنا التعليم الفني لفترة من الفترات نظرة الناس ليه كانت مختلفة، وفي نفس الوقت محتوى المناهج اللي بيتم دراستها في هذا النوع من التعليم هو التعليم الفني مناهج لا تناسب سوق العمل. فالجميل ان في هذا المحور تحديدا ان الحوار الوطني يهتم بمناقشة هذه القضية. اكيد طبعا، هو كانت في مشكلة في قطاع الصناعة عموما، التحديات اللي بتواجه القوى العاملة، والقوى العاملة بنتكلم عن العمالة الفنية الموجودة ما كانتش موجودة بالشكل المؤهل او المدرب في قطاع الصناعة، فبالتالي كان بيسبب مشكلة في القطاع الصناعي والسوق الصناعي عموما يعني. فكان لازم ان احنا نشوف مخرجات التعليم الفني لازم تناسب سوق العمل، احتياجات سوق العمل. بمعنى ايه؟ انا اشوف سوق العمل محتاج من التعليم الفني، محتاج السنة يعني المخرجات تكون التعليم الفني عاملة ازاي، بحيث ان انا اهل طالب
او العامل ان هو يتخرج يلاقي وظيفه او فرصه عمل مناسبه لتخرجه او لمؤهلاته. عظيم جدا. محتوى المناهج كانت عامله ازاي اللي كانت قبل كده؟ ده احنا كنا بنشوف مثلا بتاع خريج دبلوم التجاره ولا دبلوم الصنايع ولا الزراعه لفتره من الفترات هو خارج من الدراسه بتاعته مش معاه اي ماده، مش معاه اي حرفه، مش متعلم حاجه، او متعلم حرفه جار عليها الزمن وخلاص ما بقتش موجوده دلوقتي. بالفعل ده كان موجود في الفتره السابقه، بس في الفتره الحاليه في قطاع خاص او في مستثمرين بداوا يلجأوا للمدارس، وطبعا في قطاعات كتير اشتغلوا عليها او مستثمرين اشتغلوا عليها المدارس الموجوده دلوقتي في القطاع الخاص، ان هو بدا يجيب الطلب عنده يعمل مدرسه خاصه ليه، او يجيب الطالب عنده في مرحله الدراسه بيتدرب نظري وعملي على سوق العمل، ان هو بيتخرج وبيتخرج بيتعين في القطاع عنده او في المصلحه او الموجوده عنده في. بس ده لازم يكون في تواصل بقى مع وزاره التربيه والتعليم وتعليم الفني. ده بيكون تنسيق، يعني في مثلا موجود مصلحه الكفاءه الانتاجيه، مصلحه الكفاءه الانتاجيه دي تبع وزاره التجاره والصناعه، لديها المراكز معتمده او مراكز فنيه معتمده فيها تخصصات كتير جدا مثل الطباعه، الغزل والنسيج، الحداده، الخواطه وخلافه. احنا ممكن نستغل الحته دي او القطاع ده كمصلحه كفاءه الانتاجيه مع وزاره التربيه والتعليم مع القوى العامله بما انها هي الحافظ او الضامن للعامل مع القطاع الخاص، بحيث ان المنظومه تبقى متكامله. انا كقطاع خاص ابدا ابص على مصلحه الكفاءه الانتاجيه، انا محتاج خلال فتره الدراسه او السنه اللي جايه محتاج مثلا 100 طالب في التخصص الفلاني، 50 في التخصص الفلاني، فابدا اشتغل عليهم بحيث انهم لما يتخرجوا يبقى بالفعل متخرجين على حاجه معينه يشتغلوا عليها على طول. هل بقى هو اللي يعمل المدرسه ولا وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني هي اللي تغير المنهج عشان يلائم هذه هي بالفعل موجوده، يعني هي المراكز الفنيه دي موجوده بالفعل في مصلحه الكفاءه الانتاجيه، فاحنا ممكن نطور او نستغل نشوف ايه اللي ناقصها، يعني ايه محتاجين، ايه محتاجين نبص عليها. يعني قطاع خاص هي منظومه متكامله، قطاع خاص يقول لي انا احتياجاتي للسوق كذا، فانا ابدا كمصلحه كفاءه انتاجيه او بالمراكز اللي عندي ان انا اشتغل عليها بقى. عظيم. ايه كمان الاطروحات اللي تمت في هذا الملف في الحوار الوطني؟ هو كان التحديات القوى العامله عموما، انت حضرتك عارف برضو المشاكل اللي بتواجه القوى العامله او العماله، عدم وجود قانون عمل متوازن بيضمن او مثلا بيحقق حقوق او بيحفظ حقوق صاحب العمل والعامل. فبالتالي لازم يكون في هنا اجراء تشريعي بشأن الموضوع ده. وده من خلال وزاره العمل حاليا، هي كانت وزاره القوى العامله طبعا اتغير اسمها من خلال وزاره العمل. عظيم جدا. نظره الناس للتعليم الفني لازم تتغير. الناس اللي كانت دايما بتقول لا لازم شهاده جامعيه، لازم ليسانس، لازم بكالوريوس، يشوفوا خلال الفتره اللي فاتت اعتقد ان الناس كتيره جدا معاها هذه المؤهلات وقاعدين مش لاقيين فرصه عمل، في حين ان الناس معاها حرف دلوقتي في فرص عمل، لكن الاهتمام بالتعليم هو مهم جدا لاحداث نهضة صناعية مهمة جدا في مصر خلال هذه الفترة. احنا عندنا طفرة صناعية مهمة، عندنا مجمعات صناعية كبيرة جدا. التنسيق مهم كمان في ايه يا استاذ مازن؟ في انه يكون هذه المنطقة الصناعية مثلا بتشتغل على صنعة معينة او حرفة معينة، يكون التركيز في المدارس الصناعية الموجودة او التعليم الفني الموجود في هذه المنطقة يلائم الصناعة في هذه المنطقة، حتى عشان نقلل نسبة الاغتراب ما بين المحافظات. بالفعل. هو برضو النظرة زي ما حضرتك قلت كده، نظرة التعليم الفني في الأسرة المصرية، حضرتك عارف المتعارف عليه في أي أسرة مصرية، الطالب بيتخرج من مرحلة الإعدادية، خلاص يا ابني أنت اتخرجت، ثانوية عامة على طول بقى. مظبوط. هو الفكر رايح للحتة دي، لكن أنا برضو لو بصيت لها كنظرة تانية أو سوقية أو عملية، الطالب لو اتخرج تعليم فني أو دخل مرحلة التعليم الفني، أنا هضمن كرب أسرة إن ده هيتخرج الابن أو المواطن ليه فرصة عمل، يعني ليه فرصة عمل ومرتب كويس جدا وفي قطاع كويس جدا هو قطاع الصناعة. اللي هو من أسباب، يعني أنت قطاع الصناعة لو موجود أو يعني موجود بوفرة أو شغال كويس بيحقق تنمية اقتصادية كويسة للدولة. طبعا. والجميل كمان في الموضوع إن العامل وهو بعد ما درس في هذه المدارس أو تعلم التعليم الفني وبدأ لقى فرصة، زي ما الأستاذ مازن كان بيقول في أحد الشركات أو أحد المصانع اللي اتدرب فيها عملي أثناء دراسته، بيلاقي وظيفة بعدها وبيتطور، هو نفسه بيتطور لأنه الصناعة بتتطور يوم بعد يوم، في حين أن بعض الناس يمكن بتتجه إلى المكسب السهل
في شفنا طبعا الفترة اللي فاتت ناس كتيرة سابت الحرف بتاعتها اللي كانت بتشتغل وكانت بتنتج واللي أثرت بكل تأكيد على الصناعة في مصر والاقتصاد في مصر بشكل عام، واتجهت إلى بعض الحاجات زي التوك توك مثلا. بالفعل صح، صح؟ خلينا واقعيين يعني. صح. ناس سابت حرفها وراحت سائت تكاتك. هو العامل بيبقى باصص يعني، يقول لك أنا مثلا حرفة أو هشتغل في مصنع ما 10 ساعات في اليوم 8 ساعات في اليوم، المبلغ المادي هيكون سي مثلا كذا، أنا ممكن ألجأ كعامل يعني أو فكره يعني ألجأ لحرفة تانية أقلك في المجهود زي التوك توك وخلافه ويحقق لي مقابل مادي أعلى. وبعد هو بيقول لك اليوم بيوم، لكن لو في استمرارية أو في زي ما قلت لحضرتك قانون عمل متوازن بيضمن للعامل أو صاحب العمل الاستمرارية في المنشأة أو في المصنع، فبالتالي خلاص أنا هكون أنا متأكد كعامل أو كمواطن موجود أو صاحب حرفة إن أنا موجود في المكان الفلاني وبشتغل وبتطور. بتطور حرفة اتعلمتها، في تأمين طبي كويس جدا او محترم يليق بالعامل. صاحب العمل كمان هيكون هو اكبر مستفيد، ليه؟ انا عندي عامل كويس جدا دربته بالشكل المثالي وانا ضامن ان هو طول ما هو موجود عندي يعني مش هيسيبني ويمشي، فبالتالي هي منظومه، فلازم يكون العامل وصاحب العمل يكون برضو موجود قانون عمل متوازن يضمن حق العامل وصاحب العمل. صحيح. ايه كمان التحديات اللي بتواجهنا في هذا الملف؟ ممكن برضو قلة المرتبات أو الأجور. يعني في ملف القوى العاملة برضو حضرتك عارف المرتبات ما بتبقاش مجزية بالشكل ما في المصانع أو القطاع الصناعي، طبعا بتختلف من مكان لمكان، فممكن يكون برضو هو بيلجأ للمرتب الأعلى أو المكان الأعلى بالنسبة له. فبالتالي بيتجه للحرف اللي هي بتبقى أسهل بالنسبة له في ذلك الوضع يعني. لكن أعتقد أن قانون العمل هيكون منصف للعامل في هذا التوقيت. اكيد لازم طبعاً يكون في اجراءات تشريعيه، واظن ان هو حاليا اظن في تعديلات فيه في مجلس النواب بشان ده. لازم يعني، لانه طبعا مش هيضر مصلحه العامل فقط، ده بيضر مصلحه الدوله العمل. والدوله كمان فكره انه ما يكونش في عداله في هذه النقطه، العامل هيضطر انه يسيب المصنع بتاعه زي ما قلنا ويروح يشوف اي حاجه سهل، فبالتالي انت اثرت على اقتصاد الدوله. بالظبط. وبرضه صاحب العمل، انا كصاحب منشاه او صاحب عمل، لما اكون انا متاكد ان العماله اللي عندي موجود عندي بصفه دايمه او مستمره، فخلاص انا عارف ان بالنسبه لي المنشاه ماشيه كويس او التنميه الاقتصاديه عندي ماشيه كويس، كمصنع ماشي كويس، فبالتالي انا ما بقاش عندي مشكله سواء هنا او هنا، سواء من الجانبين يعني، سواء عامل او صاحب عمل يعني. الجميل كمان ان احنا في ربط ما بين المناهج اللي بتدرس في هذه المدارس الفنيه وما بين ما يحتاجه سوق العمل، ومش بس في مصر، ده خريج هذه المدارس الفنيه اعتقد ان هو مؤهل للعمل في الخارج كمان، لان احنا دايما بنتكلم عن احدث التكنولوجيا الموجوده في المصانع اللي الدوله بتنشئها خلال الفتره الاخيره. طبعا هو العامل خلال فتره يعني مثلا لمصلحه الكفاءه الانتاجيه، الطالب بيتخرج من المرحله الاعداديه بيدخل المرحله اللي هي في المدارس الفنيه المعتمده لمصلحه الكفاءه الانتاجيه، بيحصل على دبلوم تلمذه صناعيه. خلال الفتره دي بيتعلم نظري وعملي، فاحنا ممكن برضو نربط مع سوق العمل او القطاع الخاص، بحيث ان العمل يكون عنده يعني يكون التدريب العملي او المنهج العملي موجود عنده في المصنع، فده هيضمن ان بالفعل الطالب بعد ما يتخرج او العامل بعد ما يتخرج خلاص هو حفظ المنظومه بالكامل كنظري وكعملي، فبالتالي هقدر استفيد منه اكبر استفاده يعني. عظيم. بس نرجع برضو وناكد على نقطه تغيير الثقافه القديمه بتاعتنا طبعاً. في نظره الناس وحتى اولياء الامور نفسهم يقولوا لا انت لازم تدخل ثانوي عام، ده في ناس جابوا مجاميع الثانوي العام في الاعداديه وكانوا متفوقين وجايبين درجات عاليه وفضلوا التعليم الفني. في بالفعل طلبه بيلجأوا ده، بس هو بيكمل يعني بيعمل زي معادله ويكمل بيدخل كليه هندسه. يعني. بالفعل. فهو لازم الثقافه او النظره تتغير لدى الناس او لدى حتى الاسره المصريه يعني، اصل هو معلش انا دلوقتي لما ابني يتخرج من ثانويه عامه ويدخل الكليه الفلانيه بعد ما يتخرج وبعدين معلش ما حضرتك شايف يعني عدد الطلبه او الناس اللي قاعده بدون عماله يعني، لكن انا لما يدخله مكان معين وعارف ان هو في المكان ده هيتدرب كويس هيتعلم كويس هيتخرج يلاقي مكان او منظومه او مصلحه ما يشتغل فيها، فدي حاجه كويسه جدا وهتقلل عدد البطاله يعني حضرتك. صحيح. ده قبل ما يتخرج كمان، ده وهو بيدرس كمان ليه مصروف كده في المدارس التكنولوجيه دي، ليه مصروف يومي في هذه المدارس يعني، هو قبل ما يتخرج وقبل ما يشتغل ويبقى كسيب زي ما بنقول يعني طبعًا او بيقبض وكده ليه مصروف شهري، فبالتالي انت يعني وانت بتدرس كمان بتاخد فلوس وبتعلم. هو الاهم كمان انت بتتعلم حرفه مع الوقت بتساعدك يعني. مع الوقت انت متعلم حرفه كويسه جدا، اي حاجه بقى سواء حداده خراطه وخرف اي حرفه موجوده في المدارس دي،
فبتخليني حتى في سوق العمل انا مطلوب بشكل كويس. يعني انا لما اتخرج لا انا كذا قطاع او كذا منشاه ممكن تطلبني او كذا مصنع ممكن يطلبني بشكل مرتب كويس جدا يعني. بس احنا كده توصلنا لانه لازم يكون في اليه تعاون ثلاثيه ما بين القوى العامله وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وما بين القطاع الخاص. هو لازم يكون في زي استراتيجيه او بروتوكول تعاون موجود. هنخليها في اول حاجه وزاره التجاره والصناعه ممثله في مصلحه الكفاءه الانتاجيه، وزاره القوى العامله اللي هي وزاره العمل دلوقتي عشان موضوع العامل والصاحب العمل، التربيه والتعليم والتعليم الفني، وهي دورها برضه في نشر التوعيه او نحن نقول ايه اهميه التوعيه للمواطن او الاسره بالتعليم الفني. والقطاع الخاص ده طبعا اهم حاجه عشان في الاخر هو المسؤول عن العماله او ان هو المسؤول عن التصنيع وخلافه يعني. عظيم. فلازم يكون في بروتوكول تعاون ثلاثي او رباعي بين الجهات المعنيه كلها. صحيح. نقعد ونشوف ايه المطلوب في سوق العمل، خلاص ابدا اشتغل عليه في التربيه والتعليم في التجاره والصناعه، وابدا اشوف برضه حق العامل ايه وحق صاحب العمل ايه، ده من خلال وزاره العمل او القوى العامله. الصناعات التكنولوجيه كمان يا استاذ مازن بقت موجوده عندنا في مصر، تصنيع تكنولوجي، فطبيعي ان انا اغير المناهج بتاعتي عشان تواكب، لازم عشان تبقى المناهج برضه اظن ان هي من زمن الزمن وهي زي ما هي يعني ما فيش فيها تغيير. ما ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، بس هو دبلوم التجاره بيخرج واحد مثلا يشتغل مساعد محامي مساعد محاسب، طب ما هي مساعد المحامي ومساعد المحاسب ممكن بتاع بكالوريوس التجاره ان هو ممكن يشتغل ده مع محاسب كبير مثلا صح في بداية تخصصه ويستفيد يعني بعيد خالص انت هو بيشتغل في حاجه بعيد عن مجال، لا لما يشتغل حاجه في تخصصه احسن. هو في النقطه دي في مشروع قانون تم تحويله من رئاسه مجلس الوزراء لاداره الحوار الوطني انشاء المجلس الاعلى الوطني للتعليم والتدريب. من اهدافه اللي حضرتك بتتكلم عليه ان انا ابدا ابص على التعليم واهميه التعليم واهميه التعليم الفني كمان، هو حاليا بيتم دراسته في اداره الحوار الوطني، واظن هيبقى فيه يعني المشروع القانون هيطلع بتوصيات كويسه جدا وان شاء الله يخرج يعني يطلع باذن مجلس النواب من خلال مجلس النواب يعني. ده مهم جدا. طبعا طبعا بكل تاكيد. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فندم، شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق طبعا في مشاركتكم في الحوار الوطني. الاستاذ مازن شقوير عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك. شكرا حضرتك فندم، ربنا يخليك. شكرا مشاهدينا، بكده نكون وصلنا الى ختام حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.